نبدأ نتكلم عن اللي جاي لحد ما واحد يجهز أسئلة. طبعا احنا اتكلمنا في المرحلة اللي فاتت يا شباب كده، ايه عشان نكسب الوقت، اتكلمنا محاضرتين تقريبا عن الدي سي ام ايه. ابتداء من المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نستخدم او هنبدأ نستفيد من اللي قلناه في الدي سي ام ايه، لان كل خطوة ان شاء الله هيكون فيها استفادة منها. ايه هي انواع العلاقات اللي هنستخدمها، الماكسيمم فلوت، الماكسيمم ديوريشن، والكلام ده كله. تمام، يعني ابتداء من المحاضرة الجاية ان شاء الله هيكون هتكون هتعرف ايه الاستفادة او ايه اللي استفدته من المحاضرتين، الاول محاضرتين يعني. واتكلمنا بعد كده تقريبا عن 3 محاضرات او 4 على ما اتذكر، يعني 3 أو 4 مش متذكر، يعني في الاكسل شيت وبنينا الاكسل شيت، وبدأنا نفتح مشروع في البروميرا، وظبطنا الكاليندر، وحملنا الكوست والريسورسز على الإكسل، وقلت لحضراتكم تركزوا فيها لأنها طريقة مختصرة جدا وأول مرة تتقال يعني، على سواء كانت على اليوتيوب أو على أي تشانلز يعني، فهي من الحاجات المهمة يا ريت، وأكتر طريقة مختصرة يعني. وزي ما قلت لحضراتكم لو واحد عنده طريقة أقل اختصارا يعني احنا بنرحب بيه، لأن الطريقة دي مجرد اجتهاد شخصي تحتمل الصح والخطأ، وممكن تكون في طريقة أقل اختصارا فيا ريت يشاركنا بيها يعني، ما يبخلش علينا بيها. في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله، احنا النهاردة تقريبا المحاضرة السابعة أو السادسة، أنا ما أتذكر المحاضرة السابعة يا باشمهندس. ايوه السبعة هندسة. تقريبا إن شاء الله هيكون معانا 3 محاضرات بالكتير يعني أو 4، ونكون خلصنا المشروع الكيس ستادي الاولاني، وهناخد محاضره واحده فقط على الكيس ستادي الثاني عشان نبقى ايه اخليت مسؤوليتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، واديتك كل ما يمكن تتوقعه. وممكن يعني ان شاء الله يعني فاضل لنا 4 محاضرات بالكثير يا 5 محاضرات، ولكن كلهم محاضرات مش محتاجين جهد اكتر ما هم محتاجين تريكات يعني، لذلك انا هنحاول نعملهم يعني الفترة اللي جاية دي، هنحاول نعمل كل الخطوات، لأن كل فترة هتظهر مشكلة مش هنحاول نقول لك الخطوة دي اعملها زي ما كنا بنعمله في الإكسل لأنها ريبليكيتد، لا لازم هعمل كل العلاقات ولازم ونبدأ ونظبط الحاجات دي ونظبطه بقى الفلوت والكلام ده كله. دي تقريبا هياخدوا مننا محاضرتين بالكتير يعني، أنا مخططهم محاضرتين أو محاضرة ونص إن شاء الله. يتبقى معانا محاضرة واحدة هي عملية الداشبورد والدايناميك داشبورد، وازاي تعمل داشبورد بطريقة كويسة. هيتبقى معانا بقى هنبدأ نخش في كيس ستادي تانية، ولكن مش هناخدها من أولها يعني، أنا هنبدأ نفهمك هناخدها واحدة واحدة مع بعض، مش هنبني معاك الإكسل شيت حضرتك. أنا عايز أسئلة يا شباب، أنتوا هي يعني دي مش محاضرة شرح، لو عايزين نبدأ شرح هبدأ، فين الأسئلة يا شباب؟ أنا جاهز إن أنا تسألوني. السلام عليكم. باشمهندس السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا باشمهندس، كل سنة وحضرتك طيب. أنت بالصحة والسلامة يا حبيبي، الله يكرمك. باشمهندس، هو أنا كنت شغال فترة في الإمارات، فكان في جهة حكومية ما كانوا دايما بيطلبوا مننا إن إحنا نعمل حاجة اسمها الـ S curve، بس بطريقة اسمها 20 الـ 80 20، يعني مثلا بناخد 20% من الكوست و 80% مثلا من العمالة، بحيث إن إحنا نشكل الـ S curve بتاعنا، علشان بعد كده يقول اللي احنا لما نيجي نعمل الابديت او مثلا نطلع البيرسنت اوف كومبليت يبقى منها. فهل واجهتك مثلا حاجه زيها او لا 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 اخفي عليك يعني، يا ريت توضح لنا بقى، انت كده طرحت سؤال حلو جدا. تمام، انا هوضح لحضرتك بقى. انا بيبر اشتغلت بيبر صغيره كده يا باشمهندس، لا ده بيبر صغيره تمام، وقبل ما نقفل يعني، لان انت وهنديك السكرين وهنشارك السكرينه وتبدا تشرح لنا على البيبر دي عشان نستفاد منها كلنا. هو بياخد 20% من الاس كيرف يعني، ما بياخدش التوتال كوست كلها، بياخد 20% بالظبط. منها فقط. بياخد مثلا ليه؟ 20%. ما هو ده بقى كان هو المنهج بتاعهم، يعني ده كان حاجه اللي هي الاشغال العسكريه في الامارات، فهم بيشتغلوا بالطريقه دي. فده برضو كل انا كنت دايما، حتى لما ما انا سالت تذكرش، هو بص يا باشمهندس، لا تذكر اسم، معلش بعد اذن حضرتك، لا تمام تذكر اسم مشروع ولا تذكر اسم جهه حكوميه ولا حاجه، انت قول لا الطريقه اللي تمام كانوا شغالين تمام. ما هو ده يعني اتفضل.
اتفضل، انا معاك، انا بسمع، هو كمل كمل. اتفضل. عشان هو الاول مثلا طبعا احنا عندنا البي او كيو وكل حاجه، فهو لما احنا عشان نعمل طبعا الاس كيرف الاساسي اللي هو مثلا احنا محملين البادجت بتاعته كل حاجه، فبناخد بس منها ال 20% منها، تمام؟ ليه؟ وهو ده ما هو ده الكونسيبت بتاعهم يا باشمهندس. ده اللي انا برضو اللي انا كنت عايز يعني اعرف، مثلا حد كان يشتغل معاهم او مثلا يشتغل بطريقه نفسه اللي هو بيشتغل بيها، فهو بيقول ان دي بتكون يعني مور اكيوريت، تمام؟ او مثلا بتكون يعني ده الكونسيبت اللي هم شغالين بيه. حتى انا فضلت اساله، يعني اسال مثلا هو الموكل بتاعهم على الحوار، فهو كان قال لا، قال ده احنا الكونسيبت اللي مثلا شغالين بيه وماشيين عليه، وبنعمل مثلا حتى لما بنيجي ناخد نسب الانجاز بناخدها منه. طب يا فده هو باشمهندس، سؤال، اتفضل. هل في ريفرنس معين؟ انا عاده لما نيجي لا نتكلم مثلا على حاجه بنقول مثلا الريفرنس بتاعي كذا، انا بقول الكلمه دي عشان في مرجع بيقول كذا كذا. طب هل ما هو تعرف تجيب ريفرنس انا ازاي ما اخد يعني اولا يعني 20% هتشتت في دماغي كذا حاجه كتير، واهمها هو شغال على النت بروفيت، بمعنى انه خد النت بروفيت بتاعت الاون بتاع الكونتراكتور واشتغل عليها. طب تمام. ليه؟ طب ليه؟ ما هو برضه ما سؤال ليه؟ فأنا ما هو يعني اتفضل. يجوز خاصة 20% حضرتك اللي بتكتب الكلام ده ولا محمد لا لا مش انا، لا فرحان؟ لا طب يا شباب يا ريت بقى حد يجيب لنا بيبر ودي الاستفادة إن إحنا نشتغل مع بعض، بيبر بتقول لي الكلام ده. ما هو مش هندسه. انا زي ما قلت لحضرتك، انا حاولت ادور واسال اللي هو يجوز ممثل خاصة 20 على المالك. 80. نعم؟ هو انا كنت اتفضل سالته اتفضل. تمام مش هندسه على الحوار ده، فهو قال لا، قال هو الكونسيبت ده احنا ماشيين بيه في الجهه بتاعتنا، وكل المقاولين بيقدموه. انا اوريدي قدمت فعلا يعني تقريبا 13 تايم سكيدول اليوم ايام ما كنت شغال في الفتره دي في الامارات بس. وحوار بقى لما كنا نعمل الابديت فعلا، كنا يعني لما نجيب النسب بتاعت الانجاز فعلا، كنت بضطر ان احنا نعمل الحوار ده، اللي احنا مثلا فعلا ناخد 20% من ال، طبعا كان في اس كيرف كنت انا عامله بالطريقه بتاعته، بحيث اللي تديني النسب بتاعت الانجاز على طول بالطريقه دي. ممكن برضو اللي انا يعني هو اشيره. بص يا باشمهندس، انا افضل طريقه لقياس نسبه الانجاز على حد علمي ولا حد ما درست، اللي هي الاس كيرف، اسف، الاي في اللي هو ام. بتاعنا لا لا اللي هو لا، احنا بتشتغل على اتفضل. الاي في ام، ودي هشرحها لحضرتك، ومعادلات الاي في ام وازاي تطبق معادلات الاي في ام، وازاي تجيب الاس بي اي اللي سكادول بيرفورمانس اندكس، ولكن دي سبق تمام الاوانها هنشرحها بالتفصيل، تمام؟ وازاي تجيب الاي في ام بيرسنت، يعني الايرنت فاليو اوكي والبلاند فاليو، تمام؟ اهو بص يا باشمهندس، اهو انا بس لسه، ولكن انا مش عايز نتكلم، مش عايز ندخل مع حضرتك في حاجه احنا لسه ما درسناهاش، وليه اوت هنبعته لحضرتكم يعني ان شاء الله. الشير واضحه يا باشمهندس؟ واضحه ايوه يا تمام باشمهندس. تمام طبعا هو بس عشان هنا، لاحظ هنا معايا يا باشمهندس، هنصغر دي كده. بص يا باشمهندس، عندك لو تلاحظ بقى هنا ايه، طبعا هنا كله هتلاقيه بصفار عشان احنا لسه ما عملناش ابديت، صغر شويه كده. تمام، بص يا باشمهندس، عندي هنا الاوريجينال ديوريشن، لما نيجي نتكلم مثلا الاكتيفيتي اي دي والاكتيفيتي نيم، لما نيجي نعمل ابديت يعني ماشي، بيجينا بالاوريجينال ديوريشن اللي هو الكيس ستادي اللي احنا شغالين معاها، والبيز لاين بروجكت ديوريشن بحسب البيز لاين، تمام؟ يعني في الاوريجينال ديوريشن وفي البيز لاين بروجكت ديوريشن، والفاريانس بيز لاين بروجكت فينيش ديت، طبعا هي مديه للزيرو عشان ما فيش بيز لاين، والبيز لاين ستارت والبيز لاين فينيش والستارت والفينيش. وبعد كده بنتكلم على البي في بيرسنت اللي هو الايه، البلاند فاليو السكادوال البرفورمانس بيرسنتج كومبليت السكادوال، دي الاول، اول واحده السكادوال بيرسنتج كومبليت، حتى انا باختصارها هتلاقي الايه، اس بيرسنت سي اللي هي السكادوال السكادوال بيرسنتج كومبليت اللي هي الايه، البلاند فاليو بيرسنت، والايرنت فاليو بيرسنت، وبتجيب الايرنت فاليو وبتجيب البلاند فاليو وبتجيب السكادوال فاريانس، الفرق بينهم. طيب اهم حاجه من الكلام ده كله ايه؟ ثلاث حاجات، الاس بي اي اللي هي السكادوال بيرفورمانس اندكس، والايرنت فاليو والبلاند فاليو، دي في حاله ان انت ما انت محمل الكوست اللي هي البي او كيو كوست. طبعا انا ما اتكلمتش عن اي حاجه طبعا خاصه بالسي يعني اللي هي الكوست بيرفورمانس اندكس ولا الاكشوال كوست، لان احنا مش محملين اكشوال كوست. طريقه انه يحمل برسنتج نسبه معينه يقصد بها ايه، انا ما اعرفهاش، لا فرجاء هو
باشمهندس هو لا احنا بنحمل البوكيو كامله تمام، مفيش اي مشاكل وصلت خالص. فكرتك يا ريس، وصلت فكرتك، بس انا عايز لو يا ريت بيبر بسيطة تجيبها لي اكون شاكر لك. هو انا ممكن ابقى اشير لحضرتك يعني الشيتات اللي انا كنت مثلا بعملها، لكن بروسيجر؟ لا حاجه ما هو ماشي، بص صلي على النبي، ما هو انا مش بقى همشيك شكرا على سلام. طريقة ليا، انا مش همشيك على طريقة انا شغال بيها. يعني بص، في طرق احنا شغالين بيها هنا، حاجات لمشاريع تانية مش هنمشيك عليها. انا لازم لما اكون، لما اديك حاجة اديك حاجة لها مرجعية، ما فلو هو ما انا لهاش كنت مرجعية انا مش عايزها. ايوه، ما ده اللي كنت اساله، داخل اسال حضرتك عليها، فانا كنت عايز انا اعرف ما هل هو اعرفهاش، فلو تبحث تمام لي علمها، ولو يا ريت الشباب لو ما لهاش مرجعيه اما انا مش عايزها. لو لذلك تمام انا بدي لك الاي في ام او الايرنت فاليو مانجمنت، لان في كتب وفي ناس اتكلمت على الكلام دي وفي ابحاث معموله بالكلام دي، وهشرح لك الايرنت فاليو. فانا بشرح بالظبط لك حاجه لها مرجعيه علميه ولها ناس بالظبط. ثبتت صحتها وناس اتكلمت عليه. تمام؟ لا بالظبط، كان سواء هو كلام حضرتك مظبوط، وده انا كنت بشتغله في مشاريع تانية، بس انا كنت بقى يعني ده لا انا كنت لا مستغرب منه للجهة الفلانية اللي هي كانت بتحب تشتغل بالطريقة دي، فبس ده انا كنت عايز اوصل له. لا 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 تمام، لا جزاك الله خيرا يا باشمهندس، الله واسف يخليك بعد يا الاطاله. شمس. شكرا لا لا لحضرتك، تحت أمرك يا شمس، تحت شكرا، أمرك. لو مع في السلامه. أسئلة طبعا يا شباب، أي أسئلة أنا جاهز. أنا كنت أتوقع الأسئلة هتكون جاهزة، يعني كلكم رفضتوا إن ما يكونش في شرح النهاردة. الباشمهندس حسين اتكلم على إن نسبة من الكوست اللي هي 20% من البادجت التوتال كوست بيبدا يشتغل عليها على حسب ما فهمت يعني منه، بيعمل لها اس كيرف. يقصد بها ايه؟ والله لا اعرف ولا افتي بحاجه ان انا مش عارفها. وبرضه بنسبه 20% من العماله، يعني هو بياخد 20% من العماله ويبدا يعمل لهم اس كيرف، وياخد 20%، ولو غلط يا باشمهندس يا ريت تصحح لي حتى لو كتابه يا مهندس حسين، وبياخد 20% من البادجت التوتال كوست. يعني احنا مثلا بنتكلم في البادجت توتال كوست بتاعنا في المشروع بتاعنا اللي هي ايه، 733 مليون 131,910، بياخد 20% منهم بيعمل لهم اس كير. طب على اي اساس؟ هي سهله يعني، هو كونك انت تعملها سهله، بس لكن انا ايه الهدف منها يعني؟ طب ما هو انا مثلا هنيجي انا هنطلع بعد كده، هو ممكن يكون لها حاجه انا ما اعرفهاش ويكون لها حاجه كويسه ونتمنى نعرفها، ولكن انا الى الحد الان بنقول مش عارف ليه الهدف. طب انا لما يكون عندي الشهر دي، ما انا المفروض يبقى عارف كل شهر عندي كام. يعني مثلا انا قاعد 733 مليون لازم ناخدهم كلك، عشان في شهر مثلا اول شهر هيكون عندي مثلا 50 مليون، ثاني شهر عندي 70 مليون، ثالث شهر عندي 100 مليون، وهكذا وهكذا، عشان ما نقولش كل شويه لا ده دول 20%، طب اضرب في كذا او زود كذا. طب ليه؟ ما هو انا عندي القيمه الاساسيه الفعليه. ثانيا هو بيتكلم عن يقول لك 20% من العمالة، فبرضو أنا على حد ما فهمته إلى الآن مش فاهم. وبعض المهندس يقول لك 20% والليبر 80%، يعني هو بيقول مثلا 20% من العمالة من الكوست وليبر 80%. والله مش عارف يا باشمهندس، وأحلى إجابة أنا بطمن منها إن أنا أقول مش عارف، لأن أنا فعلا مش عارف. أسئلة يا شباب، اللي عنده أي أسئلة يا ريت يكون، وخاصة في الأسئلة اللي احنا اتكلمنا عليها، لو في حاجة ان احنا اتكلمنا عليها يتفضل. يعني ما فيش أسئلة عامة احنا مع بعض يعني النهاردة. أسئلة في الإكسل شيت، حد ما فهمش حاجة في الإكسل شيت؟ بالمناسبة احنا هنبعت مع بعض، هنعرف مع بعض نعمل الاس كيرف ونعمل المان باور هيستوجرام والريسورس هيستوجرام. أبسط حاجة ممكن أوريكم حاجة دلوقتي من اللي احنا بنعملها، يعني هتطلع بالطريقة دي. طيب حاجة بسيطة كده يا شباب، طريقة تقديم البرنامج، يعني أسئلة يا شباب أنا جاهز بس للأسئلة، إحنا بندردش مع بعض. طريقة تقديم البرنامج، بتبدأ الكفر بتاع البرنامج بتاع حضرتك والكود بتاع المشروع، يعني مثلا بتتكلم على اسم، هل هو ماستر تايم سكادجول اللي هو البيز لاين يعني بنسميه الماستر، وبنكلم اسم المشروع والكود الخاص بالمشروع. وبعد كده بنتكلم على الكونتنتس اللي هي بيبقى كذا سيكشن، يعني معلومات عامه عن المشروع الجنرال انفورميشن، والسايت لاي اوت متقسمه، والليست اوف سامبلز ان ابريفيشن اللي اتكلمنا عليها، وده الريسورس هيستوجرام اللي هي الخاصه اللي انا بنقول لحضرتك، اللي كان الباشمهندس حسين بيقول ان ناخد 20% و80%. تمام؟ والسمري تايم سكادول والكريتيكال باث والديتيلد سكادول. الجنرال انفورميشن يا باشمهندسين، حضراتكم بتبدا تتكلم عن اسم المشروع ومكانه والكود بتاعه ومين المالك ومين الاستشاري، و
ومدة العمل في المشروع وتاريخ البداية وتاريخ النهاية، ولو في حصل توقف ولا حاجة، ونوع الكالندر المستعملة والتقسيمات بتاعتها. وبعد كده بتبدأ تتكلم على حاجة اللي هي الشيك ليست، اللي هي زي الدي سي ام اي يعني، ولكن دي كانت خاصه بهيئه مدن، اللي هي المدن الصناعيه بالمملكه العربيه السعوديه، فهي عامله تشيك ليست زي الدي سي ام اي كده، فلازم تتحقق منها. بقول لك مثلا الاسكادول يكون متقدم باكس ار فايل ويكون كذا، والدبليو بي اس مثلا الستاندر زي ما هي الدبليو بي اس، والاسكادول كالندر استابلشت از بير كونتراكت كالندر، يعني اللي هو حسب مثلا ايه كونتراكت ريكويرمنت. بعد كده بيتكلم عن انا عايز لسه حاجه خاصه بالاكتيفيتي ديوريشن كالكوليشن مثلا محسوبه حسب السكوب، والاكتيفيتي بريك داون كفر ورك تايب، يعني تكون التقسيمه بتاعت الاعمال متقسمه حسب ال مغطيه العمل بتاع المشروع، والعلاقات تكون يا اما فينش تو ستار يا اما ستار تو ستار، وهو ما بيسمحش بالستار تو فينش ولا بيسمح للفينش تو فينش، والليدز غير مسموحه، وان اللاجز ما تستعملهاش كتير. تمام. وبيتكلم على الستاندر، بيتكلم على الريتيند لوجيك بتكون ستاندرد، دي احنا نشرحها بعد كده واحنا بنعمل ابديت. وبقول لك ان النسبه بتاعت الكريتيكال باث تكون زايده مثلا، لازم تتحقق من الكلام ده كله. عموما معظم الحاجات دي احنا اتكلمنا عن ايه في المحاضره الاولى والثانيه. شباب انا اسئله يا باشمهندسين. مهندس اسامه الصوت واضح؟ ايوه موجود يا هندسه. طيب فين الشباب؟ الشباب عيدوا ولا ايه؟ انتوا حضرتوا يا شباب؟ و دي التشيك ليست اللي هي خاصه ب قريبه جدا من الدي سي ام اي. طبعا بل الدي سي ام اي اعم منها يعني، ولكن كل واحد بيبقى عامل تشيك خاصه بيه. دي بقى بتتكلم بعد كده السكشن الثاني السايت لي اوت والزونز. اي اسئله شباب انا جاهز، يا ريت تجهزوا لنا اسئله. دي طبعا احنا بنتكلم السكشن 2 السايت لي اوت، المشروع متقسم لزونز. تمام. بعد كده اتكلمت مع حضراتكم. اتفضل يا مهندس محمود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ لا انت بخير يا حبيبي، اتفضل. انت والصلاه والسلام على الرسول. السلام باشمهندس، بس كان عندي سؤال خاص بالكوست استيميشن اللي حضرتك كنت شغال عليها، الاكسل شيت بالنسبه لل حضرتك حسبته على المتر مربع، وبعدين في حاجات مثلا زي مثلا الاعمده او زي ال دي بقى. بص يا باشمهندس، ايوه حصل الكيس ستادي الثانيه يا باشمهندس. دي انا قلت لك دي اسمه لامب سام كونتراكت. في الكيس ستادي الثانيه انا لما اتكلمت مع حضرتك قلت لكم هخلص الكيس ستادي دي، لان هي كيس ستادي شاذه، وهنشرح محاضره ثانيه حسب بقى اللي هي البرايس بير يونت. لما يكون عندي برايس بير يونت عندي بي او كيو فيها، ولو تراجع للشرح بتاعي وانا بشرح الحاجات دي واكدت عليها، لو تلاحظ التسجيل بتاعي هتلاقي قلت لكم باشمهندسين دي شغال بالمساحه، ولكن انا لما يكون عندي البرايس بير يونت بي او كيو بنبدا نشوف بالعدد والوحده قد ايه وكل طريق فيه كم وحده. دي كيس ستادي يعني، هنشرحها لك بالتفصيل في المحاضره ان شاء الله بعد ثلاث محاضرات من دلوقتي. المحاضره يعني هنخلص ثلاث محاضرات نقفل بها الكيس ستادي دي، وفي محاضره ثانيه او محاضره ونص هنشرح فيهم البرايس بير يونت بالتفصيل لحد ما نوصلك للاكسل شيت. ازاي ما حضرتك تعمل الاكسل شيت، وبعد كده هسيبك بقى لان كله مع بعض يعني. هنفهمك ازاي تاخد من البي او كيو، يكون عندك بي او كيو وتحطها وتعمل اكسل شيت زي اللي احنا عايزينه. الاكسل شيت بتاعنا يا شباب هو بيبقى فيه اهم اربع حاجات يعني. عايز بس نوصل للاكسل بتاعنا. مشكله ان انا مغير اللابتوب فالداتا لا ادري. المهم يعني لان انا بس مغير اللابتوب فالداتا مش متجهزه معايا دلوقتي. الاكسل شيت بيبقى فيه اهم اربع حاجات اللي هي الانشطه. هنوصلك بقى لما يكون عندك بي او كيو ازاي تعمل بالعدد، لما يكون عندك بالعدد اعمده بالعدد وعدد كشافات اناره بالعدد، ويكون عندك محابس ومناهيل بالعدد دي، وازاي تحولها للاكسل اللي احنا عملناه. دي محاضره كامله بالتفصيل هنتكلم عنها. تمام. لحد ما توصل اربع حاجات مهمين يعني. نعم
يعني ازاي احولها للمتر مربع لو انا عندي لا الحاجات دي لا لا مثلا لا اهو لا لا اتكسر؟ مش هتحولها يا باشمهندس، لا 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 مش هتحول لمتر مربع. العقد انا شرحت لك طب كيس، انا بدات بكيس استادي شاذ مش متداولي، عشان دي بتواجه كل المهندسين، اللي هي يكون عندي لمب صم وازاي تعمله. تمام، الكيس استادي التقليديه اللي يكون فيه بي او كيو، احنا الكيس استادي اللي احنا شرحناها دي يا باشمهندس كانت بي او كيو مكونه من بند واحد فقط اللي هو بالمتر المسطح كذا 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 كذا. تمام، وثابت. عايز بس انا اديني دي واحده بس شوف بس الحاجه فين. الكيس استادي يا باشمهندس اللي انا اديتها لك كانت بي او كيو واحده مكونه من بند واحد فقط. البند دي احنا ولدنا منه انشطه كتير قوي قوي، فدي بتبقى حاله شاذه. الكلام اللي حضرتك بتقوله دي بيبقى فيه بي او كيو، بي او كيو برايس بير يونت. ايه هي البرايس بير يونت؟ يقول لك مثلا بالمتر المكعب بالحفر مثلا كذا كذا كذا، او مثلا بالمتر الطولي كابلات، بالعدد اعمده اناره، بالعدد مناهيل. تمام، فهو مفنط. بناخد احنا الحاجات دي وبنحولها للاكسل شيت اللي احنا شغالين عليه، اللي هو مش اللي هو بنحولها للشكل. ايه الشكل اللي انا عايز اوصله؟ عايز اوصل لاربع حاجات. لو وصلت لهم من اي بي او كيو، لو وصلت الاربع حاجات دول، يبقى انا كده هنعرف نعمل اكسل شيت بتاعي كويس، نعرف نوصل لانشطه تمام بالاي دي بتاعتي، نعرف نوصل الكميه سواء كانت بالمتر المسطح زي ما قلت لك، ودي حاله نادره مش هتلاقيها، اللي انا بشرحها لك دي حاله نادره مش هتلاقيها، مش هتلاقيها غير قليل جدا، بس اللي لقيتها تبقى عارفها. تمام، الثانيه بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، توصل الكميه سواء كانت بالمتر الطولي او بالعدد او بالوحده. تمام، يبقى اول حاجه الانشطه بالاي دي بتاعتها، ثاني حاجه الكميه سواء كانت بالعدد او بالمتر الطولي او بالمتر المكعب، ثالث حاجه معدل الانتاج لكل حاجه، لكل يونت معينه، رابع حاجه العماله بمعدل الانتاج. تمام، تالت حاله بقى اللي هي الكوست على كل نشاط. تاني عشان بس الناس ما تتوهش معاني، انا عايز اوصل في الاكسل شيت بتاعي عشان نعمل اكسل شيت بطريقه احترافيه، ازاي نوصل للانشطه زي ما وصلنا لهم، ازاي نوصل للكميه سواء كانت بالمتر الطولي او بالعدد، ازاي نوصل لتكلفه كل نشاط اللي هي البادجت كوست، ازاي نوصل لمعدلات الانتاج اللي هي سواء العماله بالمعدل الانتاج بتاعها. لو وصلت للاربع حاجات دول انا نقدر نبني الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، هي حاله اسهل من اللي احنا بنتكلم فيه، وهشرحها لك بالتفصيل في المحاضره اللي هي تكون قبل النهائي، او ممكن تكون المحاضره النهائيه، لان انا هخلص الكيس ستادي بتاعتنا دي وهشرح لك محاضره ازاي تاخد بي او كيو. هيكون عندنا بي او كيو وفعلا كيس ستادي زي هو المشروع اللي انا فاتحه، اللي انا كنت فاتحه دي من شويه. ازاي تاخد انت ازاي تاخد حضرتك بي او كيو، يعني المشروع دي اللي انا المشروع اللي انا بتكلم عليه ده يا باشمهندس، اهو المان باور هيستوجرام والكوست والكلام ده كله والاكويبمنت. دي كيس استادي هنشرحها لك، وده الكوست. دي هشرحه لك حسب البرايس بير يونت، وفي حاجات هتلاقيها بالعدد وفي حاجات هتلاقيها بالكميه. وادا برضو دي ممكن نقدر نوصل لها، فين البي او كيو الخاصه بالمشروع ده؟ اهي يا باشمهندس بالوحده. تمام، دي انشطه بالوحده، في هتلاقي مثلا في حاجات مثلا بالمتر، ادا بالمتر المسطح، بالمتر المسطح عايز نجيب بس حاجات بالعدد مثلا، باليونت، بالوحده، باليونت، فين النمبر؟ لو مثلا حاجه بالنمبر، اهي بالعدد، بالعدد غرف تفتيش يا باشمهندس مثلا. دي اللي هشرحها، دي الكيس ستادي فعلا، هناخد لك الكيس ستادي وهنفتحها مع بعض وهنخليك ازاي تحولها للاكسل شيت اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام يا باشمهندس؟ اي اسئله؟ فدي هشرحها لك بالظبط. ايوه، طب بالنسبه لتحديد الريسورسز نفسها، هل انا كمهندس تخطيط انا اللي بحددها من نفسي، ولا لازم نلجأ لمدير المشروع دايما؟ احنا لما شرحناها مع بعض قلنا ايه؟ احنا قعدنا تقعد مع مدير قلت بترجع للستاندرد او لا لا أو لا ترجع للستاندرد يا باشمهندس، او لمدير المشروع. لا لا ترجع للستاندرد نهائي، الصح مش الستاندرد.
الصح اذا الا فيما فيش مش عارف توصل لاي مدير مشروع. انت بترجع للهيستوريكال، الى اول حاجه بتقعد مع مدير المشروع اللي نفذ او واحد مس نفذ مشاريع مشابهه، او انت خبره في المنطقه المعينه. يعني مثلا انت لو هتقول لي مثلا في المدينه المنوره معدلات الانتاج، هقول لك ليه، لان انا اشتغلت فيها مشاريع. هتقول لي في الرياض، هقول لك كذا. هتقول لي مثلا في اما في اماكن تانية، مثلا هتيجي تقول لي في الجوف او في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكويت، لا ما اعرفش. هتقول لي في ابها في جنوب السعوديه، هقول لك كذا. في مصر لا ما اعرفش، في حاجات ما فبالخبره انت بتبقى عارف. ولكن حتى لو انت عارف حضرتك، حتى لو انت عارف يا باشمهندس، مفروض هو مدير المشروع اللي يقول لك. ليه بقى؟ لان هو اللي مسؤول، يعني هو المسؤول عن اي تقصير يا باشمهندس، هو المسؤول عن اي نقص في المعدات، هو المسؤول عن معدلات انتاج لو قلت، وبالتالي هو لازم يحطها مع نفسه. يعني هو اللي يحط لك المعدات ويقعد نشاط. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت بتشاركه معاك، بيبقى فاهم معاك البرنامج، عشان يبقى هو فاهم البرنامج معاك، ما يبقاش البرنامج فؤادي وهو فؤادي، وفي نفس الوقت يبقى حاسس بالمسؤوليه انه هيتحاسب على الارقام دي. لذلك كل رقم يحطه هيتحاسب عليه، بمعنى انه لو زود في الارقام المقاول المالك هيحاسبه. طب لو قلل في الارقام صح مديره في الشركه هيحاسبه. ازاي الكلام دي؟ لو زود في الارقام يبقى المالك هيحاسبه، هيقع في فخ المالك زي ما بقول. طب لو قلل في الارقام بتاعت المعدات هيقع هو في فخ شركته او شركته. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي كميات حفر كذا كذا في مشروع معين، تمام؟ لو هو قال ان انا معدل الانتاج بتاعي مثلا 10 متر طولي على سبيل المثال، بعرض مثلا متر في 2 متر ايا كان، على سبيل المثال انه قال لك 10 متر طولي يا باشمهندس. طيب لو كان الكميه دي فعليه، اوكي، فهو الراجل شغال صح، وبالتالي هي دي المعدلات الفعليه. طيب لو هو قال لك ان ال 10 متر دي واساسا كان بينتج 20 متر، تمام؟ هيجي بعد كده لو حصل تاخير لاي حاجه مش خاصه بالحفر وحصل عنده تاخير، تمام، هيجي يرفع كليم على المالك. هيرفع كليم على المالك، المالك هيقول له اذا انت عندك نقص في المعدات. تاني عشان بس الناس ما تتوش، لان دي حته مهمه. لازم مدير المشروع يحسب المعدلات بتاعته بطريقه كويسه جدا او الفعليه جدا، ومعنى صح بالبلدي كده ما يكذبش فيه، لانه لو كذب بالزياده المال هيقع، هينضر من ناحيه المالك، ولو كذب بالنقص هينضر من ناحيه شركته. ازاي الكلام ده؟ لو قال لك ان انا بننتج 10 متر وانت عندك مثلا 1000 متر، فحسبت لقيت المعدات طلعت مثلا 30 معده في اليوم عشان يخلص الكميه دي، تمام؟ طيب هو مش بال 30، هو بيزود، هو في الحاله دي بيزود عشان شركته تجيب له كتير، عشان شركته تجيب له معدات كتير، او لو هو اتاخر شركته ما تلومهوش. بس هو لو عمل الحركه دي هينضر من ناحيه المالك. في التقرير اليومي هيجد المالك يقول له انت مطلوب بتوفر لي 30 معده، انت مش موفر غير 20، فهو حسب بالزياده، فكده انضر من ناحيه المالك. طب لو حسب بالنقصان عشان ما ينضرش من ناحيه المالك، لو مثلا هو عايز مثلا 10 معدات في اليوم وقال لك بدل ما يجي المالك يقعد كل شيء يقول لي فين ال 10 في ال 10، لا انا هقول انا عايز 7 بس، فيرفع البرودكشن ريت بتاعت المعده، فيحصل تاخير. لو طلب بالزياده شركته هتقول له لا، انت قايل ان انت عايز 5، انت ليه عايز 10؟ وبالتالي لازم من الاخر لازم تتحسب صح، او بمعنى صح البلانر يرفع ايده منها ويسيبها لمدير المشروع، لانه هيحاسب مدير المشروع. انت ما ينفعش تحاسب مدير المشروع على حاجه انت حاططها. يعني انت لو انت حاطط المعدات مع نفسك او حاطط المعدل مع نفسك، ازاي تحاسب انت مدير المشروع ده؟ اذا انت اللي حاطط المعدات وانت حاطط العماله، لا ما ينفعش. طيب البرودكشن ريت، الستاندرد برودكشن ريت، الستاندرد برودكشن ما تلجاناش نهائي خالص. من الاخر عايز اقول لك بنسبه 70% خطا، لانها بتعتمد على حاجات كتير قوي، بتعتمد على جنسيه العامل، بتعتمد على نوع المعده، على ماركه المعده نفسها. يعني مثلا معده نوع كذا احسن من معده نوع كذا، وبالتالي الواقع الحالي او مدير المشروع او الواقع الحالي في المعدات الحاليه هي اكتر طريقه دقيقه بتديك معدلات انتاج تقريبيه. نتمنى نكون جاوبت على سؤالك يا مهندس محمود، ولو مش واضح يا ريت تقول لي ونوضح. هو يا باشمهندس بس النقطه بس بتاعت التكلفه هي اللي مش واضحه بالنسبه لي، يعني اللي هي بالنسبه للوحدات
يعني ازاي انا عندي بالمتر المربع وعندي حاجات بالحاجات اللي هي مثلا زي ما قلت لحضرتك الاعمده وكده، ازاي انا سيبها حولتها للمتر المربع؟ يا صح، سيبها، دي لها محاضرة خاصة هشرحها لك. الكيس، ماشي، انت يبقى تابعت كبرت معانا من الاول المحتوى. يا باشمهندس؟ تابعت معانا من الاول؟ ايوه انا مع حضرتك من البدايه، مع حضرتك من طيب، البدايه. الكيس بتاعتنا كانت لامب سام، فلذلك احنا كنا شغالين بالمتر ايوه المسطح. الطريقه الطبيعيه اللي هي البرايس بير يونت دي هنشرحها لك، مش هينفع نقولها لك مره، ده ليه فيها محاضره او اتنين كاملين هشرحهم لك. ليه تلاحظوا، انا في الاول لو تفتكر انا كنت باقول لك ايه، هنشرح لك تو كيس ستادي. شرحت ايوه انا شغال في واحده اللي الطريقه الايه اللي هي اللي يعني نوت تراديشنال، يعني او اللي هي اللي يعني ايه شاذه شويه، دي اللي انا شرحتها. اللي انت بتقول عليه كيس ستادي تاني ايوه هشرحها لحضرتك، تمام تمام؟ ماشي فسؤال حضرتك سابق تمام لاوله، وانا الحمد هشرحه اصلا، ده ان من ضمن السكوب بتاع الكورس هشرحه لك، لان هو اكتر دارج، اكتر اللي انا بقوله لك دي مش دارج، الدارج اللي انت بتسال عليه دي، فدي هشرحه لحضرتك يا باشمهندس في محاضره او اتنين، تمام لحد ما حضرتك هوصلك، لحد ما هعرفك ازاي تبني اكسل شيت زي اللي احنا بنيناها وتصدر للبرمافيرا. اول ما هتصدر للبرمافيرا انا مش هكمل بقى، وهيكون الكورس انتهى كده، لان التصدير بالبرمافيرا والخطوات كلها واحده. تمام شكرا يا باشمهندس، الشكر لله. جزاك الله اللي خير. بعده يا باشمهندسين لو في اسئله. في سؤال يا هندسه على الشات بيقول ما الفرق ما بين السموثنج والليفلنج؟ في الايه، في الليفلنج ريسورس لو هو بيتكلم عن ايوه، بص يا باشمهندس اشرح لك دي اهيت فين البي دي اف اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بص يا باشمهندس، لاحظ دي، ما تشغلش بالك في الاول كده، المشروع كان طالع كده يعني، تلاحظ في الأول المشروع بدأ من يناير 2020 وحصل له توقف فترة كده بسبب كورونا. دي يا باشمهندس اللي هي السموزنج، دي اللي هي السموزنج، بمعنى ايه؟ ان طبعا انت لو هتتكلم عن العماله، هو اكيد يقصد العماله كمان يعني، دي السموزنج، ان هي مثلا بنبدا نطلع 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 تمام، و وبعد كده بنبدا ننزل، يعني طلعت للتوب بوينت اهوت، بعدين بدات ننزل ننزل ننزل، يعني معنى صح مثلا ايه المشروع، طبعا دي بنتكلم مثلا على الكشف الاس كيرف اللي كان بيتكلم عليه الباشمهندس، او الكاش فلو. سيبك من الشويه الاولانيين دول لان المشروع اشتغل ووقف فيهم. بعد كده هنتكلم من اول مارس 21 كان بيتكلم بنص مليون، بدت تخش في 600,000، بعد كده 700,000، وبعد كده مليون ونص، يزيد لحد ما وصل لحد 6 مليون، وبعد كده ينزل ل 8 مليون، ل 5 مليون ونص، بعد كده 5 مليون و400، 2 مليون وهكذا. دي اللي بنسميها ايه، بيسموها ايه السموزنج، انها بنطلع بالتدريج وبعد كده ننزل بالتدريج. طب الليفلنج بقى، لو طبعا ايه الليفلنج دي، بيقصد بقى في الريسورس، في الريسورس بتحصل حاله الليفلنج دي يا باشمهندسين، في حاله لما يكون عندي معدات ليميت. يعني بمعنى ايه هي معدات الليميت؟ يعني مثلا زي التانل بورنج ماشين، اللي هي الايه، ماكينه الحفر الانفاق، وخاصه في مترو الانفاق. اصلا احنا ما عندناش مثلا في مصر غير من ثلاث ماكينات ولا حاجه، وبالتالي لازم نعمل لها ليميت لانها معده شاذه مش هنعرف نجيب غيرها، وبالتالي بنقول مثلا هي معده محدوده، وبالتالي بنعمل لها ليفلنج. الشهر دي كذا، الشهر دي ما ينفعش تقول مثلا الشهر ده هتحفر كذا والشهر اللي بعده تزيد وتقل، لا، يبقى كلها على مستوى واحد. معنى صح 1000 متر مكعب في اليوم، يبقى هو في اليوم الاول 1000 متر، واليوم الثاني 1000 متر، لحد وفي الحاله دي، في الحاله دي بتكون المعده هي اللي بتتحكم في مده المشروع، لان لو عملت ليفلنج مده المشروع هتتغير، هتزيد. تمام يا باشمهندس، مده المشروع هتزيد. طيب امتى انا ساعات نبقى محكم، يبقى هو فين الدرايفنج عندنا، الفينش ديت بتاعت المشروع ولا المعده؟ لا، ده المعده هي اللي تتحكم في مده المشروع، هي اللي هتاخر مده المشروع بناء على معدلات الانتاج بتاعتها. فدي هي ايه، فدي اللي بنسموها الريسورس ليفلنج، بنعمل ليفلنج للريسورس. وبتحصل برضو لو انت عندك زي ما قلت، حتى انا ضربت مثال في الاول خالص واحنا بنشرح، لما قلت لحضراتكم ان انا عندي فرمه معينه في الكباري، ويومها دخل احد الزملاء واتناقش معايا فيه، عندي فرمه معينه من الكباري، والفرمه دي بتكلف مثلا نص مليون جنيه او مليون جنيه،
فانت في الشركه ساعتها في اداره المشتريات انت عايز مثلا عندك 30 عمود ما بتعمل لكش 30 فرمه، بتعمل لك حوالي مثلا 6 فرمات ولا حاجه بناء على البرنامج الزمني، وبالتالي بتيجي انت عامل ليفلنج بما يتماشى مع الفرمات، تبدا تعمل اصلا ليفلنج، يعني تقول له مثلا العمودين دول هيخلصوا، العمودين دول اللي بعدهم هيخلصوا، فالحاله دي اسمها الريسورس ليفلنج، فتلاقي العمدان زادت مدتها شويه اثرت على المشروع، فدي الريسورس ليفلنج. السموزنج اللي هو الطريقه التقليديه اللي احنا شغالين عليه. احنا نرفع بالتدريج نرفع بالتدريج نرفع بالتدريج وبعد كده ننزل بالتدريج ننزل بالتدريج زي ما انت زي ما حضرتك الشاشه اللي انت شايفها دي في الايه في الـ في الـ في الكوست. لو في اي سؤال تاني اتفضل يا باشمهندس احمد. احمد سعود نعم مهندس احمد سعود اتفضل اتفضل يا باشمهندس. السؤال بس الاخ اللي سال عليه احنا جاوبنا فهم كده السؤال فهمت الشباب اللي انا الفرق بين السموزنج والليفلنج. يا ريت لو في استفسار قولوا لنا. اتفضل يا باشمهندس معاك. بقول لحضرتك دلوقتي الكوست فاريانس والسكيدول فاريانس حضرتك هتقوله لنا في البريميفيرا ثاني. حاضر حاضر يعني هو معنى بص يا باشمهندس اس في هنشرح لك الاس في بص هشرح لك محاضره كامله على الاي في ام. بص يا باشمهندسين الباشمهندس بيسال على معادله من على معادلتين من 12 معادله الاي في ام يا باشمهندسين هم 12 معادله من ضمن معادلاتهم السي في اللي هي الكوست فاريانس والسكادوال فاريانس والاس في دول هشرحهم لك يا باشمهندس بالتفصيل هنخليك تفهمهم مش تحفظهم هشرحهم لك بالتفصيل في المحاضره اللي قبل الاخيره يا باشمهندس وهنقول لك امتى تستعمل معادلات. لاحظ جميل. ان انا هنا بص يا باشمهندس لاحظ ان انا جايب لك ايه الاس في اهي لو تلاحظ في السكرين اللي واضحه ديت انا جبت لك الاس في وما اتكلمتش عن السي في خالص. السي في او الـ او الـ او الكوست فاريانس دي لو انت بتعمل هشرحها لك وهنخليك تفهمها بس هنقول لك ما تاخدش منها ارقام لان الارقام بتاعتها غير دقيقه وهنوضح لحضرتك ليه الارقام غير دقيقه لان احنا محملين البي او كيو كوست وليس الاكشوال كوست. انا مش هستطرق لدي دلوقتي لان دي لها محاضره كامله مفصله بالتفصيل بالتمام والكمال. تمام يا باشمهندس. طب يا هندسه لو هي لو في برنامج أنا... الصوت بقطع ايوه فن الله ينور ماشي. سؤال تاني بعد اذنك اتفضل. سؤال تاني اتفضل. لو في برنامج لو برنامج انا شغال عليه بس ما كنتش حاطط عليه بادجت تمام ودلوقتي الاستشاري طلب مني بادجت تمام. المشروعات عندنا دلوقتي فيها مشكله اللي هي الحجم العمل مش واضح يعني انا لان حجم العمل دلوقتي بيبقى عمل زي بيديك امر اسناد وحضرتك بعد كده بقى انت ايه على المقايسات تعتمد وتخش كده دوره فانا ما عنديش حجم عمل واضح ف تمام. عامل ايه؟ بص يا باشمهندس ايه الحاجات دي احنا عايشينها كل يوم. يعني الحاجات دي احنا عايشينها كل يوم. بيحصل في الحاجات دي ايه بقى؟ عندي السؤال يا باشمهندسين بالتفصيل زي ما فهمته من باشمهندس هو ما عندوش بي او كيو تمام؟ وبالتالي عمل البرنامج ما عندوش بي او كيو يبدا يعرف كميه الاعمال وكميه البنود دي قد ايه والتكلفه دي قد ايه تمام؟ وبالتالي ما عرفش يحمل ايه؟ ما عرفش يحمل الكوست اللي احنا حملناها او البادجت توتال كوست دي او مش هيعرف كل نشاط عليه قد ايه. في كذا طريقه بنعمل اول الطريقه التقليديه جدا اللي هي ايه بقى؟ اللي احنا بنعمله بي او كيو مبدئي وبتقعد مع اداره التخطيط اللي عند المالك وبتتفق تقول لهم يا باشمهندسين اكيد المشروع بقى في الحاله دي اكيد المشروع له بادجت توتال كوست يعني له تكلفه اجماليه والا انت داخل مشروع ما انتش عارف تكلفته كام فدي مشكله فاكيد له بادجت توتال كوست. على سبيل المثال المشروع عامل 733000 ومش عارف ال 733000 دول متقسمين ازاي فبنقول لهم يا شباب يا اداره التخطيط بنقدم انا بروسيجر كمقاول بنقول له ايه ودي احنا عملناها في مشروع انا عاملها في مشروع حي يعني شغالين فيه حاليا كان نفس الكيس ستادي بتاعنا عملت ازاي رحت مع عملت طلبت اجتماع مع اداره التخطيط مع الاونر وفي الحاله دي بتطلب اجتماع مع اداره التخطيط مع الاونر والاستشاري بتبقى اجتماع عام يعني
وبتبقى مقدم بروبوزر. ايه هو البروبوزر بتاعك المقترح؟ على سبيل المثال بتعمل اوزان، انا عندي مثلا على سبيل المثال انا عندي ثلاث شبكات، شبكه كهرباء وشبكه ميه وشبكه صرف، وعندي التكلفه مثلا 90 مليون. ممكن تقول 30 كهرباء و30 ميه و30 صرف زي ما حضرتك شايف، او ترفع الكهرباء شويه لو فيها محولات ومش عارف ايه زي ما حضرتك شايف، بتبدا توزعها مع اداره المشاريع، بتعمل يعني بتعمل توزيع، بتعمل بي او كيو مبدئيه تمام، وبينبني عليها البرنامج عشان نعمل متابعه لان البي او كيو الثانيه هتطول. طيب في حاله بقى عملت عملتها وقدمتها والاستشاري وافق عليها وبيبدا يناقش معاك ويقول لك لا طب ارفع لي نسبه الصرف شويه، طب قلل لي نسبه الميه شويه، اعمل لحد ما توصل لطريق معين، بس في النهايه ما لا تتعدى البادجت توتال كوست، يعني لا تتعدى على سبيل المثال ال 90 مليون اللي احنا بنقوله عليه. ومن خلاله بتعمل انت بريك داون بتاعتك وتعمل الانشطه بتاعتك وتعيش حياتك تمام. بعد ما تشتغل على البرنامج والبرنامج اصبح معتمد، ولكن هيعتمد بشرط، هو في الاعتماد هيقول لك يتم اعتماد البرنامج والعمل به حتى يتم اعتماد البي او كيو الرئيسيه. اول ما بتعتمد بي او كيو رئيسيه بتبدا تعدل بقى البرنامج بتاعك بناء على البي او كيو بتاعتك، يعني هو هيبقى لود تمام يا باشمهندس. بعد ما بتعتمد البي او كيو بتبدا تعدل على البي او كيو بتاعتك، ودي كيس ستادي احنا عايشينها حيه، يعني انا عايش نفس الكيس ستادي ده حاليا، وحاليا بنعتمد البي او كيو، يعني احنا عايشين دلوقتي اداره المهندسين اللي عندي في الاداره شغالين بيعتمدوا في البي او كيو، بعد كده هيعدلوا البرنامج الزمني وبعد كده نرفعه للملك والقصه دي كلها. فهو الحل الوحيد اللي لها ايه؟ الحل الثاني ان حضرتك بتطلب من الملك انه يعتمد لك البي او كيو بسرعه في لا تتعدى ال 45 يوم التمهيديين التجهيزيين، ويكون عندك مكتب فني قوي تعتمد البي او كيو بسرعه وتبدا تشتغل عليه. ولكن دي صعب جدا لان ده في الكيس بتاعتنا، صعب الكيس بتاعتنا هنا. ما انا بقول لك بتتفق بقى على بروسيجر معينه انت والاونر، ولاحظ انا بقول لك انت والاونر مش الاستشاري، الاستشاري معاكم، الاستشاري هيكون حلقه وصل معاكم، بس القرار النهائي مع مين؟ مع الاونر. وتتفقوا هتقول له انا زي ما اديت حضرتك مثال وقلت لحضرتك عندي ثلاث بنود، عندي اعمال كهرباء واعمال صرف مثلا واعمال مية، تيجي تقول لهم اجمالي تكلفه المشروع يا باشمهندسين 90 مليون، هنحط 30 للمية وهنحط 30 للصرف وهنحط 30 للكهرباء، على انا بديك مثال، وتبدا توزع بقى تقول لهم والله في الكهرباء هنعمل كذا لحد ما يتعمل بي او كيو. اول ما بتتعمل بي او كيو واصبحت معتمده ودققت بتبدا تعدل البرنامج بتاعك وبتعدل البادجت توتال كوست بناء على البي او كيو. تمام يا باشمهندس انا كده، انا لو انا طبعا دلوقتي انا اوريدي البرنامج معمول زمني بس مش معمول عليه كوست. تمام هقول لحضرتك تمام عليه كوست وعملت عليه جدول، عملت ابديت، عايز تعمل متابعه عليه. ايوه وعايز احط بادجت ده زي ما حضرتك عايز، قلت لي كده حاجه ريفرنس انا وهو هنتفق عليه ونشتغل مع بعض. لو عايز هاو كام بقى، بص لو عايز تحط بادجت، او لو مش عايز تحط بادجت، لو عايز تحط بادجت الموضوع بسيط، هترجعه زي ما عملنا مع حضرتك، انت الانشطه موجوده تمام، انت عملت البرنامج وعامل الانشطه بتاعتك كله تمام، هتيجي مرجعها على الاكسل يا اما تعبيها مانوال، ولكن لو انت عندك هتيجي مرجعها على الاكسل بالراجع زي ما عملنا، هتيجي مصدر الانشطه دي على الاكسل بتاعك وتبدا تعبيها وترجعها تاني، وهتلاقيها رجعت معاك بالعلاقات وكله تمام وبالدبليو بي اس تمام. لو مش عايز تحمل بادجت توتال كوست والاونر مش شارط عليك انك تحمل بادجت توتال كوست، راجع المحاضره الثانيه عندي هتعرف ازاي تعمل كنترول على البرنامج، يعني انا مش هشرحها لك ولكن هقول لك راجع المحاضره رقم 2 ساعه ما قلت لك ايه ريسورس لود ديسكادولينج. كنت مع حضرتك ساعه ما قلت لحضرتك ان ريسورس لود ديسكادولينج aren't mandatory but are recommended by DCMA، يعني قلت لك هي طب ما هو على فكره البادجت توتال كوست احنا بنحملها لانها ريسورس اصلا، فالريسورس ليست الزاميه ولكن متوصي بيها، وقلت لحضرتك ايه هي الاليات الاي بي اي مثلا والبي اي اي لو انت عايز تشتغل عليها البيز لاين اكسكيوشن اندكس
تبدا تقيس منه هيديك نتائج كويسه جدا. دي في حاله لو انت مش عايز تحمل كوست. عايز تحمل الكوست بقى حضرتك هتصدر الانشطه دي للاكسل وتبدا تشتغل بالعكس بقى. اذا احنا الاول عملنا الانشطه وحطينا عليها الكوست وصدرناها للبرمافيرا، احنا انت هتعمل عمليه عكسيه، انت عندك الانشطه على البرمافيرا وعايز تحمل على الكوست، هترجعها للاكسل تمام، بس بنفس الديفيجن اللي انت مقسم عليها، بنفس التقسيمه اللي حضرتك مقسمها زي الدبليو بي اس اللي حضرتك مقسمها بيه، وبتبدا تعمل الاكسل بتاعك بناء على الدبليو بي اس اللي حضرتك عاملها عشان يبقى نفس الشكل وما تدوش، وتوزع الكوست عليها وترجعها تاني للبرمافيرا. طب هو البرنامج واخد برسنتج. طب وايه المشكله؟ عادي يعني؟ مفيش اي مشاكل. مفيش مشاكل. بس يفضل يكون عندك بيز لاين. ما انت عندك انت يعني لسه بقول لك مش عارف اقول لحضرتك بالظبط. ما هو انت في الحاله دي بقى، بص يا صاحبي، في الحاله دي هتعمل بيز لاين فيرجن 2 اللي هو اللي يعتبر هو دي البيز لاين الثاني بتاعك. وتبدا تقيس عليه. بالاتفاق مع الاستشاري والمالك. تمام، احنا ما عندناش كوست يا شباب، والسبب كان 1 2 3، وانا دلوقتي هنحمل كوست. الحاله الثانيه على فكره مش هتاخد وقت، لو انت قسمت الكوست في الحل الثاني بقى السهل جدا، لو انت مش عايز تعمل بيز لاين، انت بتيجي مطلع، لو انت مش عايز تعمل ريكفري جديده، بتطلع البيز لاين. ما هو كده التقسيمه بتاعت الدبليو اس واحده، سواء البيز لاين والكرنت، فهم الاثنين واحده. ولو وانت عندك البيز لاين ما حدثتش عليه، هتطلع البيز لاين تحمل عليه الكوست وتدخله تاني، وتيجي مطلع الكرنت بتاعك وتحمل عليه نفس الكوست وترجعهم تاني، والاثنين هم نفس الارقام، هتلاقي ظهر وتيجي ركبهم رابطهم الاثنين على بعض، ودي طبعا انا مش هتكلم فيها لانها في طريقه هنشرحهم في وقتها بالتفصيل، وتربطهم على بعض، وبعد كده خلاص اصبح عندك بيز لاين بتحمل عليه الكوست وعندك كرنت بتحمل عليه الكوست. ولو اشتغلت، ولو المحاضرة اللي فاتت لاحظ لما أنا قلت لكم يا شباب، في ناس بتقول لك في حالة الريسورس تيجي مثلا تقول له إيه، مثلا في الريسورس تيجي عند الريسورس تقول له الجنرال فين، إحنا بنتكلم على ديتيلز، أيوة في الريسورس بيقول له مثلا اوتو كوميوليت اكشوال وكالكوليت كوست في يونت تشيلها، فجيت انا قلت لكم لو تراجع التسجيل قلت لك يا باشمهندس ما تشيلش الاوتو كوميوليت اكشوال وكالكوليت كوست في يونت عشان هتاثر على الاكشوال توتال كوست بتاعك. تمام؟ هتضطر تعملها مانوال بقى لو انت حسبت، فانت لو مشيت بالطريقه بتاعتي اللي انا شارحها لك، اول ما تحمل ما تصدر البيز لاين وتحمل عليه الكوست وترجعه تاني، وتيجي مصدر وكده كده ما دام انت ظبطت الكوست مره واحده فهي كده كده هتتماشى مع الاثنين في ثواني، هتاخدها كابي وبس وتحطها على الـ على الـ على الـ على الانشطه بتاعت الكرنت وتربطهم مع بعض، اوتوماتيك هتقرا معاك الاكشوال توتال كوست، وبالتالي هيصبح معاك برنامج زمني متظبط عليه الكوست، ما فيهوش اي مشاكل. سؤال ابديتد او الاساسي صح كده؟ بص عشان ما تتوهش معايا، انت سؤال، انت انا بسالك، هو عندك بيز لاين ولا ما عندكش بيز لاين؟ انت كارنت معنى حضرتك، اسف، الكارنت قصدي حضرتك الابديتد صح؟ ما هو الحالي يعني بنقول عليه الحال. بس سؤال، عندك بيز لاين ولا ما عندكش بيز لاين؟ عندي بيز لاين بس عملنا عليه كذا ريكفري ووصلنا لحاجه، عايزين بقى نعمل عليها ايه بقى؟ نعمل ابديت للبرسنتج، وعايز ارجع عليها بادجت زي ما حضرتك قلت، هنعمل قيمه تقديريه لكل بند وهنسقطها. بس تمام، فانا زي ما ماشي خلاص مفيش اي ماشي. مشاكل ماشي يا مدير، جزاك الله خير يا فندم، جزاك الله تحت امرك يا باشمهندس، تحت امرك. الباشمهندس بيقول الماتيريال، في سؤال لو سمحت، احنا الريسورس بتكون ليبر واكويبمنت و الاكسل، لكن فين الماتيريال في الاكسل يا باشمهندس؟ لا الماتيريال طب ما سؤال برضه، فين الاعمال الهندسيه برضه؟ هنضيف هنكمل على السؤال بتاع، انت قلت فين الماتيريال في الاكسل، انا هقول لك كمان هنزود على سؤال حضرتك المهندس احمد محمود الباز، فين برضه يا باشمهندس الرسومات، فين الشوب درونج، فين الديزاين درونج في الاكسل؟ تمام، الماتيريال اللي هي الماتيريال ديليفري تو سايت
والماتيريال سبميتال والماتيريال ابروفال والماتيريال ديليفري تو سايت والاندي من ضمن الانجينيرنج وركس. فهيكون في ديفيجن خاص بالانجينيرنج وركس هنعمله على البرمافيرا يا باشمهندس. ليه؟ لان انا مش محتاجه في الاكسل، انا بعمل في الاكسل الحاجات اللي بتتحمل عليها كوست وريسورس. تمام؟ الا في حاله لو الماتيريال محطوط لك عليها نسبه في في الكوست. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه يا ربي بس يكون كل الناس مستوعبه معايا. تاني يا باشمهندسين، في سؤال للباشمهندس محمد الباز بيقول انت حملت الريسورس اللي هي الليبر والاكويبمنت، تمام، وما حملتش الماتيريال، فين الماتيريال في الاكسل؟ وانا هزود على سؤاله وهنقول له فين الرسومات او المخططات. تمام؟ طيب دي يا باشمهندس الماتيريال ما بنعملهاش في الاكسل الا في حاله لما يكون عليها فلوس. يكون لها فلوس ازاي؟ بيبقى في مثلا في بروسيجر معينه يقول لك المالك لو وردت لي المشروع ليك مثلا 20% او ليك 50%، ومبشر حضرتك دي في الكيس ستادي الثاني، هتاخدها معايا في الكيس ستادي الثاني. طيب هي ما عليهاش، ما بنحطهاش في الاكسل، بعد ما بخلص شغلنا هنحطها لك في الكيس ستادي دي. بالمناسبه هتعرفها بالطريقتين، الطريقه الاولانيه ان انا احطها لك في الانجينيرنج وركس اللي هي الرسومات بقى واعتماد الرسومات وتقديم الرسومات والماتيريال، تقديم الماتيريال واعتماد الماتيريال وتوريد الماتيريال من الموقع، ولو هي كانت من لونج ليد ايتمز دي هنشرحها لك هنا، هنعملوها هنا مع بعض على البرمافيرا على طول، مش محتاجين الاكسل. وفي الكيس ستادي الثانيه هنعملها لك على الاكسل. ليه؟ لان انا بحكي لك كيس ستادي حيه. في الكيس ستادي الثانيه كان المالك طالب ان هيكون عليها فلوس، بيقول كان مالك لذيذ جدا، يعني كان بيقول لك 50% من قيمه البند توريدات. في الحاله دي احنا عملناها في الايه؟ حملناها في الاكسل. وهفتح لك، افتح لحضرتك، ولكن انا بس مش عايز اخدها لك سريع، عايز نشرحها لك بالراحه. بص يا باشمهندس دي لو تلاحظ بقى ايه هنا، تلاحظ ان انا ايه البروكيورمنت اللي خاصه بالماتيريال التوريدات يعني عموما يعني، والكونستراكشن، تمام، وكتبت لك مثلا البي او ابروفال والبيمنت سيرتيفيكيشن والماتيريال ديليفر، وحطيناها هنا في الاكسل. ليه حطيناها هنا في الاكسل؟ لان كان لها فلوس، انا بحط في الاكسل الحاجات اللي لها فلوس. وبعد كده اشتغلت بقى قلت لك الكونستراكشن، يعني بمعنى صح مثلا البايب وركس لما نتكلم على السور سيستم، البايب وركس مثلا ار القطر بتاعها مش عارف تدي الرقم مثلا، الديامتر مثلا بتاع 150، خاص بقى بريكيورمنت وكونستراكشن. لاحظ هنا في اثنين ديفيجن يعني بريكيورمنت وكونستراكشن. واللي كان الباشمهندس برضه اللي كان بيتكلم ازاي بالعدد والحاجات دي، انا بكلمك بالقطر اهو على فكره، احنا هنا دخلنا بالقطر كمان وهنخش بالعدد. فدي الكيس ستادي الثانيه اللي هشرحها لحضرتك مع بعض. هتلاقيني كل وانا ماشي كده شغال مع بعض كده، هتلاقي مثلا ايه ادا بريكيورمنت، ادا بريكيورمنت، ادا كونستراكشن اللي هي الماتيريال توريد القيمه. فدي فالكيس ستادي الاولانيه احنا اتكلمنا فيها مع بعض يا باشمهندسين ما اتحطتهاش عشان ما عليهاش فلوس، فانا بحط الحاجه اللي عليها فلوس. تمام؟ نشوف في أسئلة تاني لو عندك. تمام يا باشمهندس الباز، لو أحمد الباز لو السؤال مش واضح يا ريت يقول لي السؤال مش واضح، أو بمعنى صح أنا هشرحها لك يا باشمهندس باختصار كده، هشرحها لك بحالتين. الحالة الأولى اللي معانا هنا لو ما عليهاش فلوس في الكيس ستادي ده، والحالة الثانية هيكون لما يكون عليها فلوس في الإكسل شيت اللي أنا فاتحه لحضرتك قدامك. لو عندي موارد محدودة والمشروع هيتأخر على ميعاده، ازاي اعمل تسكيل للموارد على الانشطه بحيث انفذ المشروع في اقل وقت ممكن؟ طيب الباشمهندس بيقول عندي ليميت ريسورس. طب ماشي، هي موارد محدوده ازاي؟ يعني مثلا هل تقدر تتغلب عليها ولا ما تقدرش تتغلب عليها؟ تمام، لو ما اقدرش اتغلب عليها، اصل لو هقدر يعني انا عندي دلوقتي، هل هي هتغطي غرامه التاخير؟ ما انت عندي غرامه التاخير، طب ما انت ممكن تتاخر. ولكن الراجل بيقول عندي الموارد محدوده. معاك حلول كتيره يا باشمهندس، اولها اول الحلول ده هتعمل الموتيفيشن اللي هو مثلا التحفيز. تحفيز ازاي؟ تقول لهم يا باشمهندسين لو هو مثلا العماله خاصه بالعماله او بالمعدات، هتقول لهم مثلا، او لو هو بالمعدات مثلا عشان هو دي الشائع، بتقول له التارجت بتاعك يا حفار 10 متر، لو وصلت ل 12 متر المترين دول هيكونوا ب 4 متر،
دي حل. حل تاني ان انت طبعا انت بتقول المعده محدوده، يعني طبعا هي ما عندي اربع معدات مش عارف ازود عليه. الحل الثاني ان انت بدل ما تشغل 8 ساعات تشتغل 10 ساعات. طب لو ما جابتش معاك عملت البروسيس ده طريحه، زي ما قال لك الباشمهندس طريحه. والحل الثالث ان انت تشتغل تو شيفت 3 شيفت 4 شيفت، يعني 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات. وعلى فكره اللي هيقول 4 شيفت احنا في 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 احد المحطات مش هذكر اسم المحطه يعني طبعا في المترو القاهره الكبرى كنا شغالين 4 شيفتات عشان كان الرئيس هيستلم في ميعاد معين وما كانش ينفع نتاخر، فكان لازم نسلم، فكانت ورديه بتسلم ورديه ورديه بتسلم على عمل شغال 24 ساعه. ففي الحال ليه خلي بالك، ما هو ممكن ما يكونش ليميت ريسورس، ده ممكن تكون الريسورس لها نقطه معينه لو زادت عن كده هتاثر اصلا هتدي نتائج سلبيه. تمام، بمعنى ان انا عندي غرفه 4 في 4 وفيها 6 عمال، طب لو وصلتهم ل 10 عمال طب هم هيعطلوا بعض. ففي الحاله دي انا بنزود ايه الشفتات او بنزود ساعات العمل. فالحل الوحيد لايه لحضرتك ازاي 4 شفتات، ما انت عندك يا باشمهندس 8 ساعات، 8 ساعات في اليوم، بعد كده الشفت بسلم وفي نص ساعه بتبقى هالك بين الاثنين على فكره ماشي، وبعد كده 8 ساعات تانيين وبعد كده 8 ساعات تانيين وبعد كده 8 ساعات تانيين اللي بسلمه ايه ده هيأثر على التكلفة. ما انت عندك ايه بقى، ما هو بص خلي بالك عندي الباشمهندس بيقول هيأثر على التكلفة. ماشي يا باشمهندس صح، اسف، ثلاث شيفتات لو هي ستة، لو هي ست ساعات في اليوم ثلاث هيبقى 4 شيفتات. لو انت شغال 8 ساعات في اليوم هيبقوا 3 شيفتات. تمام يا باشمهندس، لو هو بيقول لي هيأثر على التكلفه، في بعض الباشمهندسين بيقول هيأثر على التكلفه. ما انت عندك الكونستراكشن فيه اللهم صل على سمحت بي ام بي ام اي بيقول ايه بقى، كونستراكشن بروجكت ار اكسبكتد تو بي فينيش ويزن بادجت اون تايم اند ويز ريكوايرد كواليتي. يبقى بادجت وتايم وكواليتي، تمام، ثلاث حاجات. تمام، ما هو انت هتشتغل فاست تراكنج. تمام، طيب انا لو عندي لو عايز الوقت محدود يبقى اوتوماتيك هنأثر على واحده من الاثنين، يا تبوظ الكواليتي ودي مرفوض، يا تبوظ الكوست، فهي الكوست عندك هتزيد. طب ما هو معروف ان الكوست هتزيد والبرودكشن اصلا بتاعت الورديات اخر النهار بتقل، ولكن الحل ايه؟ ما هو الحل ان انت لازم تنجز. يبقى في الحل ان انا بشتغل 4 شيفتات 6 ساعات او 3 شيفتات 8 ساعات او 10 شيفتات او طريحه او موتيفيشن، عمليه الموتيفيشن والحاجات دي كلها. اي اسئله يا باشمهندسين؟ في سؤال على اللايف يا باشمهندس بيقول اتفضل، بيقول هل تطبيق الدي سي ام اي اصبح ضروري في جميع العقود؟ طبعا. ليه؟ لان انت من غيره هتعمل شغل غلط، هيبقى الشغل غلط. طبعا غلط. ليه يا باشمهندس؟ هيكون غلط لان العلاقات، الناس شغاله بعلاقات، مثلا هيشتغل مثلا هديك الحاجات مثلا اللي هتحسها، مثلا اديت لحضرتك نتائج لو انت شغال بالنيجاتيف لاج، لو عملت نيجاتيف لاج، ما انت لو انت شغال مش دي سي اي قلت لك ممنوع النيجاتيف لاج، هتديك نتائج مضلله مسليدنج سكادول فوركاستنج. لو انت شغال بستار تو ستار هتديك نتائج برضو مضلله. لو انت شغال بالديوريشن عالي، لونج ديوريشن مثلا لاكثر من 44 يوم والكلام ده كله، مش هتعرف تعمل مونيتورنج اند كنترولنج كويس. فهي مش اختياريه، هي الزاميه. ليه؟ لانها بتتجنبك انك تروح منطقه خطا، انك تخطا. لو المشروع فيه اوبن اند كتير، فهو اصلا في اماكن اوبن اند كتير، فمش هتعرف تعمل كنترول عليه. لو الفاست تراك، لو الكريتيكال باث بتاعك ما مش مظبوط، فبالتالي هيديك برضو نتائج كلها هتديك نهايه مضلله، مش هتعرف تتحكم في النهايه، هتتخدع في النهايه. وبالتالي انت مطلوب من البرنامج الزمني، اسمه برنامج زمني. يعني ايه برنامج زمني؟ ان انا انظم الزمن بتاعي، فهو هيبوظ لك الزمن. لو ما التزمتش بالدي سي ام اي هيبوظ عندك الزمن، هيبوظ عندك الزمن بسبب الاومن اند لو مش متظبطه، هيبوظ عندك الزمن لو الكريتيكال بس مش متظبط، هيبوظ عندك الزمن لو انت عامل نيجاتيف لاج، هيبوظ عندك الزمن لو انت عندك نيجاتيف فلوت. كلها حاجات بتاثر على الزمن. وبالتالي لو انت عايز تظبط الزمن، عايز تظبط الوقت بتاعك،
يبقى لازم تلتزم بالدي سي ام اي. وهي مش صعبه يا باشمهندسين على فكره، انا شرحتها لكم في محاضرتين وناس كتير زهقانه، انا هعلمك فلاتر بتشيك عليها بثواني وهتبقى لذيذه يعني. الى الان ما زالت الناس متخوفه منها لانها ما اتشرحت، ما ايه ما طبقتهاش. احنا من المحاضره الجايه هنبدا نشتغل على الدي سي ام، يعني ثلاث محاضرات كل شويه نقول لك الدي سي ام ايه بتقول كذا، وبعد ما نخلص هنعمله فلاتر مع بعض وخلاص الموضوع انتهى. فعندك فلاتر وعندك برنامج زمني وفقا للدي سي ام ايه مظبوط هيعتمد. بس اسئله لو حد معاه اسئله. مهندس ياسين. ايوه لو سمحت يا باشمهندس، انا كنت عاوز اسال، هو دلوقتي لما انا اجي اعمل ابديت، دلوقتي انا هاخد الكات اوف ديت الجديد بتاعي او الداتا ديت الجديد بتاعي واعلي اكتيفيتي على الداتا ديت، يعني المفروض كده ان هو يبدا مع الداتا ديت بتاعتي، بس اكشوال هو لسه ما بداش والبريديستورز بتاعتها بتاعه الاكتيفيتي ده كلها خلصانه، فانا المفروض اديله ستارت ولا استنى غير العلاقه؟ غير العلاقه، لا غير العلاقه ازاي؟ البريديستورز بتاعته كلها فينيش. ايوه ماشي وهو... انت بتقول البريديستور بتاعته كلها خلصت تمام، كمل كمل كلها فينيش. كمل فينيش. كمل 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 البريديستورز كلها فينيش تمام، ودلوقتي انا المفروض اديله اكشوال ستارت على الداتا ديت بتاعتي اللي هو اليوم اللي المفروض يبدا فيه، ولا يعني مع اخر فينش للدرايفنج اكتيفيتي بتاعه، ولا استنى لغايه ما ياخد اكشوال ستارت على ارض الواقع فعلا؟ لا لا يا باشمهندس، استنى لما ياخد اكشوال ستارت على ارض الواقع. طب ازاي هتديله اكشوال وهو لسه ما بداش؟ طب ما انا كده، انا لو ما اديتوش اكشوال ستارت من غير ما هو يبدا دلوقتي هيبقى هيتحرك مكانه، هيتحرك ميعاده، هيتحرك. يعني مثلا ايه، هتلاقي مثلا على سبيل المثال ان احنا في يعني نشاط A وبعديه نشاط B على سبيل المثال، نشاط A خلص يوم 20/5 ونشاط B لسه ما خلص، والنهارده 24/5 وحركت الداتا ديت على 24/5 هتلاقي نشاط B اتحرك اربع ايام فاضيين ما فيهمش اي حاجه، فهتلاقيه اتحرك، وكل ما اتحرك هتلاقيه اتحرك وهيدي لك تاخير، ولو هو عليه فلوت عالي هيبدا ياكل في الفلوت بتاعه لحد ما يبقى صفر وبعد كده يديك تاخير. طب ما هو ما ينفعش تدي حاجه اكشوال الا لما تكون خدت اكشوال على ارض الواقع لسبب الاستشاره. ما هو هيطالبك، ما انت دلوقتي لما تعمل تقرير وترفع تقرير انت بتقول له ان النشاط مثلا بي خلاص بدات فيه، هو في الواقع ما بداش، هيرد عليك ويقول لك التقرير بتاعك غير دقيق لان نشاط بي لسه ما بداش. طب هو دلوقتي يا باشمهندس، هو في حاجات مش الاستشاري ده دايما ما عليهوش اودت عليها، يعني مثلا انا دلوقتي في الانجنييرنج والتاخير من عند الديبارتمنت بتاع الانجنييرنج، فانا دلوقتي المفروض ان الانجنييرنج كانوا يبداوا مثلا في اللوح بتاعه في لوح معينه كانوا يبداوا فيها علشان البريديستورز بتاعتها كلها خلصت بالاتفاق معاهم في البلان، وهم ما بداوش لسبب ما التاخير عندهم، لو انا ما اديتش اكشوال ستارت بترفع استنيتهم لغايه ما يدوني هيدوك ايوه حاصل استنيتهم لغايه ما يدوني الستارت الحقيقيه بتاعتهم، انا كده هيبقى عندي جاب على الفايل بتاع الابديت في تاخير معين في المشروع، جاب من البارات اتخلق، انا مش هعرف اتراكم، مش هعرف هو على حساب مين، يعني مش عارف مين اللي اثر في المشروع على حساب المكتب الفني ده. بص يا باشمهندس، هو ما لما الحاجه بتكتر هيبقى صعب ان هي تتراك. هو بتعمل ايه بقى في الحاجات اللي زي دي؟ بتعمل ايه في الحاجات اللي زي دي؟ هو عاده ونقطتك صح بتجاوب عليها، ودي دايما بتحصل في الاعتمادات والمخططات والانجينيرنج وركس عموما يعني تمام. طيب هو لو كان هم ما اشتغلوش فدي مشكله. طب لو هما كان رفعوا، خاصة لو جهة حكومية هتعتمد، والجهات الحكومية بتاخد وقت أصلا، ده أنت كمان لو هتقدم لجهة حكومية تعتمد، يعني مثلا أنت مثلا إيه الشركة الوطنية للمية لازم تعتمد مخططات المية، فدي بتاخد وقت، والكهرباء أكتر وأصعب كمان، يعني الشركة مثلا سكيكو هنا في السعودية بتعتمد الحاجات صعوبة جدا فبتاخد وقت، وبالتالي بيحصل جاب. ففي الحالة اللي زي دي بقى بتخلي مسؤوليتك انت بخطاب بتقول ان انا رفعت المخططات والمخططات اتاخرت عند المالك، والمخططات اتاخرت عند المالك للمراجعه، وفي ماده في 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 نظام المنافسات والمشتريات ماده 74، انا بكلمك بس من ناحيه السعوديه لان الحاجات دي انت بتقول على حاجه انا عايشها على فكره. نوتس اوف كليم، باشمهندس مين اللي عايز النوتس اوف كليم؟ يعني دي ماده، لو عايز تتكلم في الكليم دي هي حاجه ثانيه يا باشمهندس، بس انا بنكلم مثلا الماده 74 بتقول ايه بقى؟ اذا كان التاخير
بجهه حكوميه او لاسباب خارجه عن اراده الايه؟ عن اراده المتعاقد معه. حضرتك الناس اللي شغاله في السعوديه الماده 74 من نظام المنافسات والمستشارات بتقول في الماده دي يعفى المقاول من غرامات التاخير ويحق له تمديد زمن اذا كان التاخير له. فانت الجاب اللي حصلت دي في الحاله دي انت هتاخد عليها تمديد. دي لو كانت التاخير حاجه خارجه، يعني حاجه خارجه عن ارادتك اللي هي ايه؟ اللي هي جهه حكوميه بتعتمد وتاخرت، يعني انت كنت حاطط في البرنامج انها بتاخد مثلا شهر وهي خدت 3 شهور او 4 شهور. بس حضرتك لو ده في الابروفل ده احنا كده بنتكلم في اكشوال فينش مش اكشوال ستارت. ايه؟ لو الابروفل من الجهه المعتمده بتاعت اللي هي الكونسلتنت فاحنا كده بنتكلم في اكشوال فينش، هتبقى المشكله في الاكشوال فينش مش في الاكشوال ستارت. انا بتكلم لو يعني انت لسه ما قدمتش من الاساس. يعني التقصير من جوه الشركه من عندي التقصير ان هم ما هو تقصير شركه يا باشمهندس، ما هو تقصير شركه. عايز بقى تشتغل طريقه انليجال بقى وتقول انها خلصت والاستشاري مش موثق عليها، اشتغلها وقفلها لو الاستشاري مش مركز عليها. لا انا مش هعمل كده. انا اقصد اقول لحضرتك ان انا هدي اكشوال ستارت طالما كل البريديسيسورز اللي انا متفق عليها مع الديبارتمنت بتاع الديزاين عندنا عايز ان هو بص يا باشمهندس صح 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 كلامك مظبوط. انت كده وضحت هو هيعد عليهم، انا مش هدي اكشوال فينش غير لما هم بالفعل يخلصوا ويعملوا سبميت علشان اعد عليهم التاخير اللي هم اخروه. صح صح. انت يوم ما هيخلص كلامك مظبوط. يوم ما انا مثلا الانشطه اللي بعد مثلا الاعمال الهندسيه بيكون قبل، يعني قبل منها الموبلايزيشن والكلام ده كله او السيرفينج ووركس اعمال المساحه والتجهيز والبتاع اتاكدنا من النقاط مظبوطه بتاع ابدا اشتغل التصميم بتاعك. يوم ما تخلص الاعمال دي ده في بدايه المشروع المفروض هو يبدا تدي له اكشوال ستارت، هيتاخر التاخير عن المكتب الفني. ايوه اديله بالظبط. يبقى انا كده يوم ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هبدا اديله اكشوال ستارت مظبوط. تمام. لا اديله. انا بكلم على حضرتك اللي نقطه تعاقديه يعني، والشباب اللي عايزين يتكلموا المهندس احمد سعود الكلام يا باشمهندس هنقدم لك فيها ان شاء الله محاضره كورس قوي جدا ان شاء الله هتدعي لي اشرح لك يعني ايه وات ذا كليم. Claim means a request or assertion by one party to the other party under any clause of this condition, otherwise in connection with or arising out of the contract or the execution of the work. هنعرفك يعني ايه claim وهنبدا ما ايه هي الكليم ومعناها ايه الكليم طبعا حسب الفيديك. يعني الكليم means a request هي تعني طلب or assertion او اصرار. ايه يا باشمهندس؟ قصدي جواب للمالك لو هو السبب. ما هو ايوه ما انت هتبعت جواب للمالك بس متعاقدي. ما هو جواب تعاقدي، هتبعت جواب تعاقدي للمالك تقول فيه ايه السبب ان انت بترفع النوتس اوف كليم. يعني والشباب اللي بيتكلموا على النوتس اوف كليم يا باشمهندسين دي الماده الكلوز رقم 20 في 20.2.1 كلوز 20.2.1 صفحة تقريبا 96 في الفيديك 2017 الفيديك الجديد. وان شاء الله يعني ممكن اقدم لكم فيها كورس كويس، هنقدم فيها كورس كويس جدا يعني ازاي تعمل كليم بطريقة كويسة وازاي تفهم الفيديك ان شاء الله. We need a course of claim analysis. ايوه ماشي يا باشمهندس، ما انا بقول لك انا ان شاء الله هعمل لك كورس هتدعي لي وهنخليك كل مادة تستمتع فيها وامتى تلعب بالألفاظ. يعني لان هو الكليمز عموما هو يعتبر يعني عباره عن محامي شاطر ان شاء الله يعني، وهنفهمها وللشباب برضو الشيء بالشيء يذكر. احنا لو اتكلمنا عن الكليم يا باشمهندسين اللهم صل على الحبيب المصطفى في ديك 2017 بس الشاشه اتملت رسائل عندي ما عادش شايف اللي انا بعرضه تقريبا صفحة 96 انا على ما اتذكر يعني لان الحاجات دي احنا فيها كل يوم بالفيديك هتكون بالبي دي اف هتكون 120 تقريبا انتر تمام. الباشمهندس كان بيتكلم على النوتس اوف كليم اهي ايوه نوتس اوف كليم الصفحه رقم الصفحه كام يا باشمهندسين؟ صفحه 96 مظبوط زي ما قلت لحضراتكم اللي هي النوتس اوف كليم معناها ايه. طبعا انا بفتح لك وللي عايز يقرا ولكن انا اشرحها بالتفصيل لو ربنا عنا ان شاء الله وعافانا يعني ووفقنا. هنقول لك بقى ايه ذا كليمين بارتي شال جيف ا نوتس تو ذا انجينير
describing the event or circumstances give rise to that cost, loss, delay or execution of de facto notification period. طبعا الD and B اللي اختصار de facto notification period for which the claim is made as soon as practicable and no later than 24 days after the claiming party became aware or should have become aware of the event or circumstances. دي معناها الكلام ايه؟ بقول لك ان الكليمين بارتي اللي هو الطرف المدعي shall give a notice of the engineer, بيبعت اشعار اللي هي notice of claim اللي كان بيتكلم عليها الباشمهندس, ان الطرف المدعي ان انت طبعا اللي رافع القضيه يعني او بيطالب بيرفع اشعار للمهندس اللي هو الاستشاري describing بيوصف فيه the event or circumstances الحدث او الظرف give rise to اللي ادى الى ادى لزياده التكلفه او للخساره او للتاخير او لزياده دي طبعا الاكستنشن اوف دي فاكتس نوتيفيكيشن بيريود دي خاصه بالايه بالاونر يا شباب لان الفيديك 2017 بدا يتكلم على الكليم من ناحيه الاونر وبدا يفطط يعني الناس اللي شغاله على فيديك 99 هتلاقي مش هتلاقي الكلام ده كله هتلاقي ذا كونتراكتور شال جيف ا نوتس تو ذا انجينير دلوقتي وبتقول لك ايه ذا كليم ان بارت الطرف المدعي يعني ممكن اصلا الاونر يرفع عنك كليم فانا بشرح لحضرتك الماده ولكن هنقدم كورس هيكون كورس طويل وتقيل لذلك انا مش هبداه دلوقتي بحيث الناس تكون عملت براكتسنج اول حاجه 3 4 شهور كده وهنبدا معاكم ان شاء الله كورس في الكليم بمشيئه الله هتدعوا لنا وهتستمتعوا معاه وبعدين بعد بيقول لك ايه if the claiming party fails to give the notice of the if البارجراف الثاني طبعا هو بيقول لك ان نتكلم نكمل البارجراف الاولاني لو في اسئله يا شباب انا بس بملا الوقت عشان ما نقعدش فاضيين لو في اسئله واحد يدخل خش على طول في سؤال هندسه اتفضل اتفضل ياسين باشمهندس لو سمحت هو دلوقتي لو حضرتك اتكلمت عن نيجاتيف فلوت ان الدي سي ام اي مانع ان يكون في نيجاتيف فلوت على الاسكادول نعم يا باشمهندس دلوقتي... الصوت قطع استنى ثانيه دي واحد الصوت قطع مني فما فهمتش معلش السؤال من الاول حضرتك احنا اتكلمنا ان الدي سي ام اي مانع وجود النيجاتيف فلوت على الاسكادول ايوه تمام طب النيجاتيف فلوت برضو المفروض ان هو يكون ممنوع على الابديت يعني وقت ما يكون في تمام طب دلوقتي لو انا دلوقتي في مشروع شغال فيه والمشروع ده يعتبر ميجا بروجكت والاستشاري طالب ان يكون فيه كونسترينز ستارت وكونسترينز فينش على كل سكوب من الجروبات اللي شغاله او من الشركات اللي شغاله في المشروع ده تمام طالما في كونسترينز فينيش اون وستارت اون فالطبيعي ان مع اي تاخير هيحصل نيجاتيف فلوت حصل لو دلوقتي وصل ان بقى في نيجاتيف فلوت كبير جدا على المشروع والنيجاتيف فلوت زي ما حضرتك قلت بيعمل ديستورشن للكريتيكال باث وانا دلوقتي المفروض اعمل ايه يعني هو طالب ان الكيس انت بتحكي مشاكل خلي بالك انا مختار لك كيس ستادي فيها كل حاجه الكيس ستادي اللي انا بقول لك عليها دي فيها اكتر من مقاول وهنحط لك نيجاتيف فلوت وهنقول لك طيب وهنجيب لك الاجتماعات بيتفقوا بيسموها الاكسس ديت اللي هي تاريخ التمكين يعني أيوة. مثلا عندي اكتر من مقاول هي مشكله فعلا في الاكسس ديت يعني هو حاطط الاستند على كل الاكسس ديت والهاند اوفر ديت ماشي ما هو تاريخ التمكين او تاريخ التمكين فبيحصل فيه تاخير يا باشمهندس انت بترفع كلامه وبتهري فيها الطرف الثاني وانا عامل الكلام ده كله وكاتب التاخير وما تسيبهوش غير لما يترفع يعني بمعنى ايه انت هعرض لك هي كليم ببسيطه بنفس الحاله ونفس الكيس ستادي احنا طبعا المشروع اللي احنا شغالين عليه دي اللي احنا الكيس ستادي اللي انا مختار لك كيس ستادي مع قرابه شويه يعني انت الاسئله بتقول انا هشرحها لك على فكره بالمناسبه كل الناس هتفهمها معانا في اثنين مقاولين مقاول عامل شغل ومقاول دخل بيعمل شغل تاني طيب بيجي عشان الاثنين ما يحصلش مشاكل مع الـ مع الـ مع بعض المالك بيبدا اتفق على تاريخ دخول وخروج يقول له مثلا ايه ان انت هتخلص يوم كذا وعشان التاني يخش يكمل شغل معاك وبعد كده انت هتخلص ودي على فكره احنا عشناها في المترو وخاصه الناس الريل واي والسوفت وير والحاجات دي كلها كانت نفس القصه وكانت دي مشاكل فبيحصل ايه تاخير قدره يوم 2 3 10 دي مش مشكلتك دي مشكله المتسبب في التاخير وبتكب عليها غرامه التاخير بيتعمل ريكفري على حسابه تمام طب هو دلوقتي يعني دلوقتي اترفع كليم من الشركه ان في تاخير بسبب جروب معين بسبب شركه معينه خد بالك يا باشمهندس خد بالك
لازم لازم لا اهو احنا لسه فاتحين الفيديك اهوت، انا بس الناس هتتوه معانا في الكلام ده كله. خلي بالك اف اف اقرا معايا بقى، خد بالك امتى ترفع الكليم، قبل ما راجع العقد بتاعك عموما الاول، ما تلتزمش بالفيديك، انا هشرح لك الفيديك عشان وعاه. في الحاله بتاعت حضرتك دي الدي سي ام اي يا شباب مانع النيجاتيف لاج، تمام؟ النيجاتيف فلود، وظهر نيجاتيف فلود بسبب ان في كونسترين، وفي حالات لازم يكون فيها كونسترين زي حاله الاكسس ديت او تاريخ دخول او الهاندنج اوفر ديت، ان مثلا ايه لازم تمكنني ان انا اخش من اول تاني وحصل تاخير. يوم ما يحصل التاخير في يبقى في قبل ما يحصل التاخير تكون مجهز نفسك. حصل تاخير النهارده ادالك فلود واحد يوم، بتيجي رافع خطاب، تيجي رافع خطاب تقول سبب التاخير، وتقول يا جماعه ليه بقى ليه؟ لان 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 الكليم، بص بقى انا بقول لك ايه، ذا كليمين بارت هنقراها مع بعض اهي، انت فاتحها تعمل النوتس اوف كليم اللي هو الاشعار بالمطالبه، ان هو ذا كليمين بارت شال جيف ا نوتس تو انجينير بس ان نو ليدر ذان 24 دايز، تمام؟ ما يزيدش عن 28 يوم. من امتى بقى؟ ما يزيدش عن 28 يوم بعد من قد ايه؟ افتر ذا كليمين بارتي بيكام اوير، يعني اصبح عارف، اور شود هاف بيكام اوير، او كان يجب ان يعرف اوف ذا ايفنت. بمعنى ايه؟ ان انت لازم تقدم في العقود العربيه، خلي بالك مش هتلاقيه حاطط لك ال 28 يوم ده، انت لذلك تقرا العقد كويس، ساعات ممكن اقول لك خمس ايام او ست ايام. يبقى انت لازم تقدم ترفع نوتس اوف كليم قبل ما تخلص المده بتاعت ال 28 يوم. ليه؟ لان بقول لك ايه، اف ذا كليمين بارتي فيلز، لو الطرف المدعي فشل تو جيف ا نوتس، في اعطاء نوتس اوف ذا كليم ويذين ذيس بيريود اوف ديز، يعني لو ما قدمش في خلال المده دي، ذا كليمين بارتي شالنت بي انتايتل تو اني اديشنال بيمنت اوف ذا كونتراكت برايس، يعني مالوش الحق في الايه، في المطالبه. ويكون في الاخر خالص بقى بقول لك ايه بقى، اند ذا اذر بارتي، الطرف الثاني shall be discharged from any liability in connection with the event or circumstances، ان اترفع عنه اي مسؤوليه. ولكن افهم النقطه دي، انا يعني اتمنى اطول في الوقت لانها مهمه جدا، ولكن مش في الحاله بتاعتك يا باشمهندس. طب انا الاكسس ديت ما خدتش بالي، انا كبلانر وعدت ال 28 يوم وما قدمتش. اولا لو عدت تبقى انت نايم، لو النيجاتيف فلوت عمال يعد 28 يوم انت ما قدمتش، ولكن كان المالك حاطط لك في العقد مثلا 3 ايام وعدوا ال 3 ايام، في الحاله بتاعتك دي ما يسقطش حقك. ليه بقى ما يسقطش حقك؟ لان دي معلوم، حدث معلوم لك وللمالك. الفيديك هنا بيتكلم في بيقول لك ايه بقى، اوف ذا كليمين بارتي بيكام اوير اور شود هاف بيكام اوير، يعني الكليمين بارتي يعني يكون عارف بالموضوع، يعني في خلال انه اذا كان اصلا المالك، احنا متفقين على 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 المده دي من بدايه المشروع، يعني كلنا عارفين بالمشاكل دي. ففي الحاله دي حقك ما يسقطش، حقك يسقط في حاجه لو عليها تكلفه مش هتكلم فيها دلوقتي، يعني انا بس لكن بقول لك ايه، خد بالك برضو عشان ما تفتحلوش ثغرات. هي دلوقتي بس المشكلة يا باشمهندس ان المشروع مش عليه تأخير يوم ولا 10 ولا حتى 20، دلوقتي النيجاتيف فلوت هو وصل للأسف يعني لأكتر، هو للأسف وصل لأكتر من 200 يوم، وهي المشكلة ان احنا في كلمات متقدمة باكستنشن اوف تايم على الشركات اللي أخرت في الهاندنج اوفر ديت، بس لسه الاستشاري ما ردش، او عامة هو وقت المشروع بيتمد، يعني وقت المشروع بيترحب مصلحتك بالظبط، تمام مفيش مشاكل. بس دلوقتي يعني هو كديلي كومبنسبل بالنسبه لي ان انا حتى ممكن اقدم فيه اديشنال كوست بالنسبه لي اللي هو كلفني، بس انا بتكلم على الاكشن دلوقتي المفروض اللي انا اخده. انا دلوقتي بشتغل على فايل ابديت، انا كل ابديت هاخد كوبي من الابديت اللي قبله، فانا لما اخد كوبي من الابديت اللي قبله وانا مش معمول كوركتيف اكشن بابروفل من الاستشاري ان انا افك الكونسترين الفينش بالتاريخ الفينش اللي موجود فينش اون البلاند وادى ان يحصل نيجاتيف ثروت، فالنيجاتيف ثروت هيفضل معايا وهيفضل يزيد طول ما الجزء ده ما بداش، يعني طول ما الناس التانيين متاخرين. هو النيجاتيف فلوت اصلا هيزيد اهو. بص ليه هو النيجاتيف فلوت عمال يزيد بسرعه؟ لان البرنامج هو شيء متحرك، والكونسترين هو شيء ثابت في مكانه، تمام؟ يعني بمعنى صح انت كده ايه حطيت وتد كده ربطته
وعامل فيه خيط طويل كده وماشي بعربيه. كل ما كان كان حاطط المشروع بين اتنين براكت وكل شويه عمال ازود في المشروع البراكتات دي، فهو ثابت فهو هيعد معاه. لذلك هو المفروض انا بديك الحاله الصح، بديك الحاله الصح. هو اولا مصلحه ليك، هتطلع على الطالب بمطالبه وهتعيش حياتك، ولو انت شاطر هتاكل من وراها العنب الحكايه دي. لو انت بلانر شاطر وفاهم في القانون صح هتضر الطرف الثاني. تمام. وحضرتك على تقصير. حضرتك عارف ان احنا في البلد يعني مش كل حاجه ينفع ناخد فيها فلوس، يعني في حاجات اوقات بتوصل بيكون في التوب مانجمنت، اوقات بيوصلوا ان الماكسيمم اللي احنا هنطلب بيه هو اكستنشن اوف تايم. انا ما عنديش مشاكل لو احنا خدنا اكستنشن اوف تايم فده ساتيسفايد بالنسبه لي. بس دلوقتي المشكله ان انا كل ابديت في كل شهر بعمل الابديت، انا هاخد الاكستنشن اوف تايم ما عنديش مشاكل. بس دلوقتي انا عمال كل ابديت النيجاتيف فلوس بيزيد معايا، وانا مش قادر مش عارف ما هو لازم يا باشمهندس. احنا في حاجه اسمها ديسيجن تيكينج والديسيجن ميكينج. صناع احنا ديسيجن ميكينج. الديسيجن تيكينج مش عندك انت اللي هو بياخد القرار، انت بتعمل خطاباتك وبتعمل كلماتك وبتنبه على الحاجات دي. هو المفروض اصلا يتعمل كوركتيف اكشنز. تمام. كوركتيف اكشن بلانز، بتعمل خطه تصحيحيه اللي هي بقى في الحاله دي هتبقى ريفايزد بالنسبه لك، وريكفري بالنسبه للمقاول الثاني. لازم تتعامل كوركتيف اكشن بلان ويتقدم. هو مش عامل، طب ما عمال تعد عليه، طب خلاص ما هو مش بايدك انت، بس انت تحفظ حقك. وعلى فكره دي اسمه ايه بقى؟ كونتينوس ايفنت اهيت، ولازم تنبه هتلاقيها في الكونتينوينج ايفنت او الكونتينو. ايوه، كليم فور كونتينوينج افكتس. المفروض تنبه كل تحديث وكل شهر، يا جماعه انتم مؤخريننا بسبب كذا 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 كذا، كل شهر باستمرار 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 لحد ما يتشال الايفنت دي. ليه بقى؟ لان هو حدث مستمر. طب هو دلوقتي اللي حصل يا باشمهندس في الكيز اللي انا فيها في المشروع، ان ماشي في كلمات اتقدمت وخطابات راحت ليترز بالاكستنشن اوف تايم والتاخيرات من المقاولين التانيين، بس دلوقتي حصلت مشكله ان دلوقتي بقى في يعني زي امر سيادي ان المشروع يخلص. يعني المفروض ان انا لو المشروع بيتمد فكان مثلا يخلص في اواخر 22، فدلوقتي جه زي امر ان المشروع لا ده يخلص في نص 22، فبقى كل الجروبات كل الشركات اللي شغاله مطلوب منها انها تعمل كراشنج واكسلريشن للتايمنج بتاعها. وانا دلوقتي انا كده دلوقتي اللي مضروب. يعني هو الاستشاري نقعد مع الاستشاري وميتنج بضغط كل الجروبات تضغط الحاله اللي زي دي بقى. بص يا باشمهندس، بيرجع لقوه اولا امر سيادي يبقى لازم تحترمه. طيب بترجع في حاجه اسمها الكونكرنت ديلي. انا تسببت في التاخير 10 ايام والمقاول الثاني تسبب في التاخير 100 يوم، يبقى هو ادى 10 مرات، يبقى هو المفروض يضغط اكتر. يعني مثلا وفاضل 10 شهور، يبقى في الحاله دي اخره شهرين وانا هاخد الثمان شهور. وبتتفقوا الحاجات دي، انا عشتها كويس جدا وعشناها فعلا في المشاريع الجوينت فينشر دي في المترو، وكان بيحصل خناقات بالكلام ده كله. تمام. بترجع انا تاخرت قد ايه؟ من الاخر بيبقى بنقعد على طاوله واحده وبنتفق، والله المقاول دوت اخرنا 10 شهور. تمام. ولكن انا كنت شغال بريت 80%، يعني انا مأخر مثلا حوالي شهرين، الكفاءه بتاعتي مثلا شهرين. يبقى في الحاله دي وفاضلين مثلا 10 شهور هنقسمهم بالنص. لا، ما بيتقسموش بالنص في الحاله دي، بيتقسموا مثلا التلتين بتاخدهم ليك والتلت بياخدهم هو. على المشكله دلوقتي يا باشمهندس ان انا السكوب بتاعي ما كانش على كريتيكال باث بتاع المشروع. يعني انا كان قدامي فلوت اصلا ككريتيكال باث بتاع البروجكت كامل، انا السكوب بتاعي كان قدامي فلوت، وبسبب اللي بيحصل ده انا عمال بتزق وهيليد كميه التاخيرات اللي جايه من هو مش انت المتاخر يا باشمهندس، تحتفظ بالبرنامج بتاعك، مش انت المتاخر. انا فاهم، هو موجود بس نتيجه الموضوع ان في امر سيادي جه ان المشروع هيضغط، فانا كده بعد شهر ولا بعد شهرين انا بدل ما كنت هينضغط. أيوة. بس أنا بدل ما كنت مش كريتيكال والمفروض مثلا إن في جزء في السكوب بتاعي أعمله في شهر، وأنا كده أنا مش على كريتيكال باص بتاع المشروع، فأنا هبقى على الكريتيكال باص بسبب إن كل الناس عمالة تتأخر وعمالة تتأثر في الهاندنج أوفر ديت. فأنا كده هضطر إن أنا أعمل أكسلريشن، وأنا مش المفروض أعمل أكسلريشن. لا، أنت هتعمل أكسلريشن عشان في أمر سيادي جالك. ما إحنا بنتكلم دلوقتي على أمر سيادي. ما هو الأكسلريشن، اولا الاكسلريشن دي في ست حالات من الاكسلريشن. لو هتتكلموا في الاكسلريشن، في اكسلريشن بتطوع وفي اكسلريشن بفلوس والكلام ده كله، ولكن مش كل الناس اسمها اكسلريشن.
ده في ناس هتعمل كراشنج، انت بالنسبه لك انت هتعمل اكسلريشن لو كلامك صح ان انت مش على الكريتيكال وان انت كنت شغال از كاجوال تمام، ويجي امر سيادي بعمل ضغط، ففي الحاله دي انت هتعمل اكسلريشن وبالتالي هتاخد فلوس لو انت هتشتغل على الكيس المشهوره ان انت مثلا ايه هنضغط المشروع هناخد عليه فلوس. الناس الثانيه هيعملوا كراشنج ليه؟ لانهم كانوا متاخرين، هيتضغط عليهم. ما بص هو ضغط على الكل، بس انت اكسلريشن بفلوس هو كراشنج من غير فلوس تمام، او فاست تراكنج يعني تمام. طيب هو اصلا كده كده لازم تنضغط ولازم تيجي على لازم تيجي على الكريتيكال باث، لانه اصلا المده الكليه انضغطت، بس هي المده الكليه نقصت بقد ايه والمعولين اخروا بقد ايه؟ دي بقى بتخش بقى في حاجه في الديلي اناليسيس، لازم تعمل تحليل للديلي اناليسيس. هم المده المالك اخر 10% من قيمة المشروع، والمقاولين التانيين كانوا مأخرين 40% من قيمة المشروع، فبتتاخد نسبة وتناسب وبتتوزع عليك وعليهم. تمام. طب ماشي. هو كيس معقدة، هي كيس معقدة وفيها خناقات. ماشي؟ كتير الصراحة. عشت فيها والله. يعني عشت. طب هو حضرتك دلوقتي بتقول المفروض الكوركتيف اكشن اللي المفروض الاستشاري ياخده انه يقول ان يحصل ريفايزد سكيدجول من عندنا و او من عند كل الناس بحيث انت تقدم ده من غير هو ما يقول لك يا حبيبي، ده انت تقول له مثلا اتاتشمنت فور يور ريفايزد سكيدجول فور كذا 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 كذا، وتاكد على كلمه الريفايز لانه مش ريكفري، هم يقدموا ريكفري. يعني انا المفروض ان انا اقدم ريفايزد حتى لو هو ما خدش الكوركتيف اكشن بتاعه. لا انت مش ريكفر، وانت تعمل ريكفري ليه؟ انت بتاكد على الكلمه دي، بتقول لهم ده ريفايز، وتبعت خطاب بتقول لهم انا مش متسبب في التاخير، وبناء عليه انا بنعمل ريفايز لكذا كذا كذا كذا، او خطه في الحاله دي احنا ممكن نقول على الاكسلريشن بلان، خطه تعجيليه مقابل ضغط المشروع، ودي امر سيادي مش هنقدر مش هنقدر نتجاوب معاه تمام. وبالتالي انا معليش اي ليابيليتي او اي اديشنال كوست ان انت مثلا هتعمل لي مثلا في غرامه التاخير ولا الحاجات ده كله، ولو اتاخرت هيكون التاخير بسبب كذا كذا، وتركز في الحاجات دي وتعمل تركيز وتفوكس على الحاجات اللي حصل لها تاخير، وتعمل الريبورتات بتاعتك. لان طب في المشاريع انا ممكن اسال حضرتك في حاجه في الريفيرد سكيدجول، ولا حضرتك انت قلت ان هيبقى في شرح للريفيرد سكيدجول فاستنى لغايه ما حضرتك تساله الريكفري والريفايز هنشرحهم بالتفصيل مع بعض. هما الاثنين نفس السيكونس، ان انت بتضغط مده، حصل باختصار حصل تاخير، وبتعمل ضغط للاعمال، زي اما بتزود عمالي يا اما بتزود بتقلل المده، او بتزود الاوفر تايم، بتزود الشفتات والكلام ده كله. والاثنين نفس البروسيجر، سواء ريكفري او ريفايز، بس الريكفري لو كان التاخير من منك انت بتقول يا جماعه دي ريكفري يعني غلطتي وبنصححها، ريفايز لو كان التاخير من سبب المالك او مش انت المتسبب في التاخير، وبيبقى دي تاخير بسبب يعني دي الخطا بسبب الايه بسبب الاونر. هم انا باختصار كده يعني، هي مش معقده ولا حاجه. طب هو الريفايز ده انا هعمله بيتعمل على البيز لاين كديتش جديد، مش البيز لاين يا باشمهندس، مش البيز لاين ده على الابديت. هو البيز لاين خلاص شكرا على كده، على الابديت اللي حصل عليه تاخير بترجعه. طب انا كده لما اقدم ريفايزد بيز لاين من فايل الابديت هيكون الفايل ده عليه اكشن؟ في حاجه يا باشمهندس، في حاجه خد بالك، دي اللي انت بتعمله، انت بتقول كان الكونتراكشوال فينيش ديت اند اوف سبتمبر 20.1 21. طب انت اتنقل بعد ما كان بقى نهايه سبتمبر اصبح نهايه ماي تقريبا او شهر جون، مش انت قلت كده؟ يعني حصل ضغط للقيمه التعاقديه دي، يعني قلت مده المشروع بست شهور، دي اسمها اكسلريشن بلان، خطه استعجال لانتهاء الاعمال بسبب امر سيادي، فانت بتقدم اكسلريشن بلان. طيب ده المفروض انا بعمله على فايل الابديت الاخير بتاعي؟ ايوه. انا بغير التغاريف وبغير السيكونس والديوريشن، وبيصبح بيز لاين اصبح بقى يوم ما تحدثه فيه وتقدمه تعتمد، يعني اخر تحديث هو رمى معاك مثلا ايه 10 شهور، تبدا ترجعه في الديوريشن، هتلعب في الديوريشن او تزود عماله والكلام ده كله لحد ما يتعدل معاك، وتجيبه وتظبطه وتخليه كله، وفي الحاله دي بقى هيكون زيرو نيجاتيف فلوت، وتظبطه كانك بتعمل بيز لاين جديد، كانك بتعمل برنامج جديد وبتقدمه يعتمد، يوم ما يبقى يعتمد اصبح بيز لاين نمبر 2.
تاخد منه نسخه يبقى الكرنت او الابديت بتاعك وتبدا تشتغل عليه وتبدا تقارن بيه هو بقى اصبح هو ايه اللي انت رجحته دي البيز لاين الثاني دي اصبح هو اللي هتقارن بيه اصبح البيز لاين بتاعك. تمام. طب بس هي المشكله برضو ان انا علشان ارجع زيرو فلوت فانا كده هغير في التواريخ بتاعه الاكسس ديت بتاعتي تواريخ الهاندنج اوفر ديت اللي انا هاخدها من الجروبات الثانيه حتى لو المقدمين ايوه يعني هم دلوقتي لازم يقول ان انا اقصى حاجه عندي اعملها ان انا مثلا في الجزء المعين ده في المشروع انا هدي لك فيه هاند اوفر ديت مع نهايه سنه 21 مع ديسمبر 21. يا باشمهندس بص بس باختصار عشان وقتي ووقتك، انت المشروع انضغط وفي نيجاتيف فلو هتتغير الاكسس ديت بالضغط على المقاول المتسبب في التاخير. يعني انا اقول له ان التاريخ اللي انت تديهولي مش هيكون فاليد علشان نعمل انت بص مدتك انت مده اعمالك في الوقت ده كله مثلا اصل الكلام ده كله فيه خناقه فعلا هي مش هتحصل كده ولازم الاستشاره وتعمل تقارير والكلام ده كله انا عايش المواضيع دي بس هو وعلى فكره لو لفحت في الداب او الاربيتريشن والكلام ده كله الكلام ده كلام تعاقدي ان انا مش متسبب ذنبي ايه انا هضغط بالنسبه قيمه اعمالي بالنسبه لضغط المشروع لو اعمالي مثلا بتمثل مثلا 10% من قيمه المشروع يبقى هنضغط بقيمه ال10% من التاخير الكراش اللي حصل عليه ولكن التاخير اللي انت متسبب فيه كمقاول تاني انا ماليش دخل فيه هنعدل الاكسس ديت بحيث نصفر النيجاتيف فلو واقدم على كده فايل الابديت ده علشان ياخد أيوة. ابروفال من الاستشاري واتعامل بيه بعد كده انه ريفايز بيز لاين ويبقى لا يبقى بيز لاين بتاعك انت ايوه يبقى اكسلريشن بلان انا عمال اكيد لك الناس ما الاكسلريشن بلان بالنسبه لك انت وليست ريفايز بس هو كده في كل الاحوال هو يكون عليه اكشوال يعني ما مضى يعني وقف ضمن بيز لاين عليه اكشوال بيز لاين عليه اكشوال بيز لاين عليه اكشوال هي كيس معقده خلي بالك وفيها مشاكل بيز لاين عليه اكشوال بس اصبح هو البيز لاين رقم 2 وتحتفظ بالبيز لاين الاولاني لان ممكن ترجع له في يوم من الايام واكيد هترجع له ما دام في مشاكل. تمام شكرا يا باشمهندس. تمام يا رب نكون جاوبتك كده نتمنى نكون جاوبتك ونتمنى تكون الناس استوعبت معانا. في سؤال من المهندس احمد سعود. ايوه معلش يا هندسه اتفضل يا باشمهندس. بالنسبه احنا عشان يعني نكسب وقت كاساسه شركه يعني اشتغلنا في بنود بس الستارت مايل ستون ليها ما كانتش لسه ادانا العقد. تاني بقى من الاول عشان في حته وقعت مني في صوت قطع شويه الصوت قطع بتاع حضرتك بقول لحضرتك احنا عشان في بنود اللي هي ام اي بي لسه العقد ما جاليش النقطه بتاعه العقود دي كاسعار فاحنا عشان يعني نكسب وقت وما نضيعش البادجت بتاع الدايركت بتاع العماله او المهندسين فاحنا اشتغلنا باسعار استرشاديه لينا احنا كشركه عشان ما نكسب وقت ونشتغل في الموقع فدلوقتي انا عامل مايلستون كان الستارت بتاع الورك الام اي بي انا مش عارف اقفله وشغال تحت بدي بروجريس عمال ام اي بي ايوه فطبعا بقدم السكيدول الاستشاري بيقول لي ايه البروسيسور نوت ستارت ديت فنحلها ازاي دي عندك مخططات مع تموديلش خاصه بالام اي بي العقد كله ما انا مش قادر بس استوعب يا ريت كبادجت لكن الرسومات موجوده عندي يعني انت شغال في الموقع على مسؤوليتك بس برسومات معتمده يعني انت شغال في الموقع على مسؤوليتك برسومات معتمده بالظبط تمام وما بس انا مش عايز احط مايلستون بدايه ايوه وما تعرفش التكلفة قيمة العقد دي كام ما تعرفش التكلفة كام ايوه وشغال على مسؤوليتك معايا كده عشان بس لو انت مش عشان انا بربط حاجات مع بعضها وشغال على مسؤوليتك ولما رفعت البرنامج الزمني للاستشاري رفض يعتمدوا عشان ما عليهوش كوست وبروسيسور شغال في بنود مديها اكتشوالات وبرسنتج بس مش عامل المايلستون بداية عشان انا عرضته بمايلستون ليه استلام العقد ليه مش عامل مايلستون بدايه ليه عشان استلام عقد مش استلام رسومات لا خد بالك خطاب التمكين او خطاب الامر الاسنادي بتاع الموقع ما انت ما استلمته
خطاب مباشرة العمل، ما تستلمش. ما فيش ميكانيكا يا هندسة. يعني ايه ما فيش ميكانيكا؟ هو مشروع ميكانيكي كله على بعضه؟ يعني مديني مثلا، لا 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 لا، خرسانات، تشطيبات مرحلة أولى، عمال أيوة إيه؟ ما هو يديني مش جزء هيدي لك، هو أنت عايزه يدي لك عقد يعني، هو الكيس بتاعته هو بيبقى عقد واحد شامل للمشروع ككل، شامل الكل يعني. أما هل في عقد خاص بالميكانيكا يعني؟ لا لا هل في لا، اديشنال ورك؟ هو اديشنال ورك يعني أعمال صناديقكم عمل جديد يعني؟ هو المشروع في مشاريع في مصر دلوقتي اللي هو ايه، انا مستعجل على الخرسانات، يديني عقد خرسانات، وانا بخلص الخرسانات يديني عقد تشطيبات مرحله اولى، وانا بخلص مرحله اولى يديني عقد واجهات. يعني في نيغوشيشن دلوقتي في اسعار الام اي بي، الشركات بتتخانق على السعر الايه، البند اللي هينزل بس. فانا اوريدي عشان اكسب وقت كشركه وما يبقاش فيه اوفر هيد كتير عليا والمهندسين يشتغلوا، انا شغال وما بطلعش بادجت للاونر يعني، ما بطلعش انفويس بس انا شغال كبرنامج زمني عشان اثبت حقي، مش حاطط اكتوال في الـ يا باشمهندس. بص، وصلت فكرتك، وصلت هقول لك تعمل ايه كده. وصلت الحاجات دي، احنا في الدائري الاوسطي وقعنا فيه كده، رجعتنا للزمن الماضي. بص يا باشمهندس، فبتفرض تاريخ توقعي، تمام؟ بتفرض تاريخ توقعي لبدايه العقد بتاعك وللمايلستون بتاع حضرتك، لازم تفرض تاريخ توقعي. لما يتاخر هو، التاخير من عنده هو، تمام؟ بس لازم يكون مشروع برنامج زمني يكون له بدايه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا راجع بس السؤال بتاع حضرتك باختصار، انت عندك عقد ام اي بي وكلها عقود منفصله على بعضها، فما جالكش العقد ولا ما جالك وانت اشتغلت على حساب نفسك، وبالتالي مش عايز تحط بدايه مايلستون ببدايه العمل لانك انت لسه ما استلمتش العقد. فبتفرض تاريخ، بتقول له خلاص على فرضا ان التاريخ يوم بعد 15 يوم من النهارده هيكون العقد جاهز معايا، بتفرض انت البرنامج من غير ما ترجع له اصلا، خلي بالك. فبتيجي باني البرنامج بتاعك لانك انت هتستلم العقد بعد 15 يوم، وبتبعته للاستشاري. الاستشاري اول ما بيعتمد البرنامج لانه له تاريخ بدايه، فرضنا ان احنا النهارده يوم 24/5، يوم 10/6 هنكون معايا العقد. ما جانيش العقد، تاخير من عنده، لان دي اشياء خارجه عن ارادتك. بس لازم يكون عندك تاريخ بدايه وتاريخ نهايه، كلها فرضيات. بعد كده شغاله الصوت قطع. الاكشوالات اللي اتعملت ايه؟ الاكشوالات اللي اتعملت. طب ايه المشكله؟ ما هو ايه، ماشي ما انت فرضت تاريخ، تمام؟ الاكشوال والبرسنتج اللي انا عملتها. ايوه انت فرضت تواريخ معينه، فرضت تاريخ. طب انا عامل اكشوال، طب ماشي، ايه المشكله؟ ما هتدي لك ان هي مثلا ايه، اللوجيك ريليشن، ما هتديك علاقه غير منطقيه، بس دي مش بايدك. ما هي هتبقى مش بايدك. ازق بقى قصد حضرتك يعني. ايوه ما مش بايدك، هيتاخر هو كده هيتاخر، والبيز لاين هيقرا التاخير يعني. البيز لاين هيقول ان يوم مثلا، احنا فرضا ان انت مثلا يوم 1/4 كنت فرض يوم 1/4 والنهارده يوم 24/5، هيديك تاخير ان 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 العقد متاخر داخل على شهرين تاخير استلام العقد. وبالتالي لو في تاخير بعد كده، طب استلام العقد مثلا هياثر على ايه؟ والله هياثر في التسعير، اثر في المقاولين الباطن، اثر مش عارف ايه، وتعمل عليها كليم بعد كده. بس لازم يكون البرنامج مبني على اسس، بتفترض ان كل الحاجات منطقيه عندك، بتفرض ان معاك العقد. الحاجه اللي مش موجوده بنفرضها، زي العقد، زي تاريخ بدايه المشروع. على سبيل المثال الكيس بتاعك انت لما بتقدم في التندر، هديك كيس هيربط المعلومه معاك. انت لما بتطفي مشروع مطروح، في مشاريع مطروحه من ضمن اوراق الطرح عشان المشروع، من ضمن الاوراق المطلوبه في مستندات الطرح، انك بتقدم برنامج زمني، مش كده حصل؟ معايا يا باشمهندس؟ ايوه. طيب البرنامج الزمني دي بدايته ايه؟ البرنامج في مستندات الطرح، من ضمن الاوراق المطلوبه في مستندات الطرح انك بتقدم برنامج زمني. طب ما هو البرنامج الزمني دي كله مبني على تنبؤات. ايوه. يعني انت مثلا في مشروع، في اوراق بتجهزها مشروع جديد هيرسل، فبتيجي عامل البدايه 1/6، ويوم ما يرسل عليك، لو رسل عليك تبدا تعدل في البرنامج. هي نفس القصه بالظبط. فبتفطر التواريخ بدايه للمشروع،
ان المشروع دي مثلا ان العقد هنستلمه بعد 15 يوم، او لو هو جاب لك خطاب بتبعت خطاب له، لو بعت لك وقال لك هيجهز بعد 15 يوم بتبني عليه، ما جالكش بتفطر التاريخ وبتبعته للاعتماد. هو في النهايه بس يعتمد من الاستشاري، اول ما يبقى معتمد من الاستشاري البيز لاين، بس لازم يكون عندك بيز لاين معتمد من الاستشاري، لانك مش انت بتبقى متكتف كده ما دام ما معكش بيز لاين معتمد، ما بتعرفش تعمل اي حاجه وحقك بيضيع. فانت تحاول بقدر الامكان تعتمد البيز لاين، فتفرض التواريخ والنهايه تاخدها بالراجع بقى التاخير من عنده، وتبدا بقى تقدم بقى بالمطالبه بتاعتك. فكده تقريبا انا هو الموضوع بالسهل كده عشان موضوع الكليمز فمش ايه يا باشمهندس. طب في مصر في كلمات صعبه شويه في مصر يعني. بص الذكي بيعرف ياخد حقه، والكليم حدها واسع زي المحامي الشاطر، بس قبل كل حاجه اعتمد بيز لاين. اصل انت بتقول لي انا مش عارف احط بيز لاين وهو رافض، مش عارف تحط بدايه المشروع. لا، حط بدايه حتى اللي يقول لك عليها الاستشاري، واعتمد البيز لاين عشان تعرف تتحرك من بعدين. والكليم هي عندنا الثقافه في الوطن العربي عموما يعني ان معنى كليم يعني انت بتغلط فيه، يعني انت كده بتشتمني بمعنى صح. فاحنا كاونر يعني بيشي بس ده اثبات حق. اثبات لو جهات حكوميه، هو اثبات حق جهات حكوميه يعني. طب ما تعمل ايه؟ ما هو يا اما حقك يضيع، ما هو اثبات حق، ما هي القصه انه اثبات حق. بس لما ترفع كليم ترفع مثلا ايه يعني منظمه، يعني الكوز والافكت والانتايتلمنت والسبستانتيشن، يبقى ايه السبب وايه هو التاثير وايه هي الاستحقاقات وايه هو الاثبات، يعني ايه عشان ما حقك ما يتحرقش، لانهم هيهيجوا عليك ويبقى ممكن في اسود عندهم مثلا خاصه ناس في القانون وفاهمه. فلازم تدرس الكليم صح وتعمل الكليم بتاعتك صح وموضحه وتكون واضحه يعني بس لازم تهتم بالاربع حاجات اللي قلت لك، اللي هي الكوز والافكت والانتايتلمنت والسبستانتيشنز، يكونوا متوضحين ويكون واضح اللي اوت بتاعك، وتقدم الكليم بطريقه احترافيه، مش تقول انا متاخر وانتوا السبب في تاخيري، لما هيردوا عليك بكذا سبب يعني ايه. فهي ودي انا هشرحها ان شاء الله ربنا عنا يعني. انا مشاريع واضحه وصريحه. نعم، دي لو مشاريع صريحة وناس بروفيشنال بتتعامل معاهم هندسة بس. حاجات دي عملناها مع شركات. طيب ما هو هتعمل ايه؟ طيب ما هو انت ما عندكش حل غير كده يعني، انت لازم تتعامل مع كل واحد على حسب امكانياته، ما انت مش هتختار الاونر يعني. ماشي يا فندم، جزاك الله خير هندسة، ربنا يوفقك. ماشي، اتفضل. اي اسئلة يا شباب؟ انا معاكم. في سؤال يا هندسة على الشات من المهندس حسين القاضي، بيقول هل يتم تطبيق ده؟ استاذنا الكبير المهندس حسين ما يسالش، ده احنا اللي بنساله. اتفضل، بيقول ايه؟ هل يتم تطبيق الفيدك على العقود المحليه اذا كانت غير موجوده كبند في العقد؟ لا، احنا انا بقول لك اذا كنا انا بص يا باشمهندس، حضرتك العقد بتاعك هو الاول، ويعني مثلا القانون المدني او نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، فكل بلد لها القانون بتاعها. يعني اول حاجه انا بالعقد بتاعي رقم واحد، تمام، بنقرا العقد. طيب لو هو بيشير بس في حاجات هقول لحضرتك حته حلوه، مشكله زي مشكله كورونا دي، ماشي، مفيش عقد يتكلم عليها غير الفيدك واشار عليها بطريقه مبسطه. فهي مثلا بيقول لك الماده، حتى انا من كتر تطبيقها والمطالبات وعمالين نجيبوا فلوس يعني سبوبه حلوه بصراحه. فالماده بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ unforeseeable shortages in the availability of personal or goods caused by epidemic or governmental actions. مفيش عقد من العقود سواء محلي او اي حاجه غير الفيدك واشار عليها، قال لك epidemic وليس pandemic. وفي فرق طبعا بين الابيداميك والبانداميك، فدي حاله خاصه، فاجباري انا لازم نرجع للفيدك لان هي مش متغطيه في العقود المحليه، مش متغطيه غير في الفيدك بس. فانا يعني اجباري عني او اجباري عن الملك لازم يرجع للفيدك، يا اما هات لي فيها يعني هات لي دليلها وهات لي هي سند مثلا في الجائحه بتاعت كورونا. الباند قال لك ايه؟ اذا انفورسيبل شورتجز، اذا حصل نقص غير متوقع in the availability of يعني unforeseeable shortage in the availability of personal or goods في العماله او المعدات caused by بسبب الابيداميك، اللي هو ما قالش بقى البانداميك، على فكره في فرق بين الابيداميك والبانداميك، الابيداميك الوباء or governmental actions او قرار حكومي.
يحق للمقاول ايه؟ يحق للمقاول تعويض لو حصل الانفورسيبل شورتجز. طيب ما فيش عقد يتكلم على الكلام دي، فانا بنرجع للفيدك. ولكن العقد شريعه المتعاقدين، انا بنرجع للعقد بتاعي وبنرجع للنظام. لو انا مثلا في المملكه العربيه السعوديه هنا نرجع لنظام المنافسات، فهم الحكم بتاعي ومغطيين، تمام؟ لا نرجع لهم الا اذا اشار في حاله الاختلاف. طبعا هنا بيقول لك ايه مثلا في هنا عندنا في المملكه يقول لك ايه الرجوع الى الايه الى المحاكم الشرعيه، خلاص وبنرجع للمحكمه، تمام. في عقود ثانيه مثلا ايه اي بنود ناقصه ترجع للفيدك. يعني انا ولكن انا بقول لك هشرح لك الفيدك لانه مغطي كل البنود. ومن الاخر ان معظم العقود وان لم يكن كل العقود هي واخده من الفيدك، ولكن بتعدلها بما يتماشى الطبيعه بتاعتها او ظروف الظروف. ما نرجعش للفيدك الا اذا اشير ليه. وسلامنا لاستاذنا الكبير حسين القاضي طبعا لانه استاذنا يعني. ما تمام هندسه. في سؤال ثاني على الشات. ايوه. Is it possible to have two baseline in one project؟ استنى بقى استنى بقى عشان انا اجيب الشات. فين يا باشمهندس؟ هبعته لك تاني على الشات. ماشي ماشي ماشي. Is it possible to have two baseline on one project؟ لا يا حبيبي، البرمافيرا بتقبل لحد ثلاثة، مش عارف والله ثلاثة ولا ستة baseline. لا لا لا، يا باشمهندس أنت بتبدأ ليه يبقى في أكتر من baseline؟ هقول لحضرتك أيات. مش عارف والله أنا على ما أتذكر ثلاثة أو ستة baseline يعني إيه. البيز لاين فين على ما اتذكر يا باشمهندس انت عندك اكتر من من بيز لاين فين؟ طيب ده 1 2 3 4 5 تقريبا. ممكن تشتغل على 5 بيز لاين. انا لا اتذكرها دلوقتي، يعني ان انت تجيب اكتر من بيز لاين. بس ايه السبب؟ ان انت لازم تقارن بين كل واحد حسب احتياجك له. يعني مثلا انا عندي كارنت، ماشي يا باشمهندس، عندي كارنت في الاول خالص، عندي بيز لاين خدت منه نسخه اصبح الكارنت او الابديت، بعد فتره حصل تاخير الابديت دي. لو لاحظ انا على ايدي انا بشرح، دي البيز لاين اهو، دي البيز لاين الاولاني، تمام. خدت منه نسخة، ادي النسخة اصبحت ايه؟ اصبحت الكرنت. بعد فترة حصل تأخير. خلاص التأخير دي بدأ المالك يبعت لك يقول لك انت، وفي حسب العقود يقول لك لو انت متأخر اكتر من 10% والكلام ده كله بتبدأ تعمل كذا والكلام ده كله، او امر السحب لو انت تأخرت اكتر، يا اما تعمل ريكفري يا اما بتحسب سحب منك المشروع. في عقود بتقول كده، لو زيادة عن دخلت من لو عديت ال 15% لازم يا اما انذار بالسحب، فيا اما بتيجي عامل ريكفري. ففي الحالة دي البيز لاين خلاص خلاص اتركن على جنب، مش رميته، اتركن على جنب لان ممكن نحتاجه. فاصبح دي بتيجي مرجعه للتاريخ بتاعك، تمام، وبتبدا تعمل عليه اصبح بيز لاين وبتاخد منه نسخه يبقى كارنت وتبدا شغال. فانت عندك اكتر من بيز لاين وتقدر تربط ثلاثه بيز لاين تقريبا، والله على ما اتذكر. يعني مش عايز بس نكتب حاجه غير لما نجربها، انا مش متذكر كم بيز لاين، بس تقريبا انت بتبدا تربط ثلاثه بيز لاين وتقارنهم ببعض. بمعنى ايه؟ تقول له مثلا على سبيل المثال اعمال الصرف في منطقه الف، في البيز لاين الاولاني كانت مفروض تبدا في شهر ماي، وانت اتاخرت بدات في شهر كانت مثلا في شهر ماي بدات في جون، وجيت اتاخرت تاني بدات في جولاي، ما بدأ يعني وعملنا بيز لاين اتحركت في جولاي، فانت عمال تتاخر. فما لازم يكون في اكتر من بيز لاين، تمام، عدد لا نهائي من البيز لاين، ولكن البرمافيرا ما بتعرضش غير ثلاثة مع بعض. عدد لا نهائي ولكن البرمافيرا لا تعرض أكثر من ثلاثة بيز لاين مع بعض، عشان تبدأ تقارنهم مع بعض، وتبدأ تشوف الهيستوريكال انفورميشن بتاعة التأخير بتاعك، الراجل هنا كان بيتأخر، أنت كنت عمال تتأخر، لا أنا يا جماعة ما كنتش بتأخر، الكلام ده كله، الحاجات دي بنرجع لها لما بنعمل إيه؟ مطالبات والحاجات دي. تمام. ولكن انت لا بتلجا، انت ممكن تعمل اكتر. عايز اقول لك في مشروع المتر عملنا، نسيت احنا عملنا كم بيز لاين، يعني كتير، كل شويه بيز لاين بيز لاين، وتقارن مثلا بين واحد واثنين، بس في الغالب انت بتعتمد اخر واحد وتبدا تقارن بيه، الا لو حصل اختلاف بتبدا تجيب اللي قبل الاخير او اللي كذا او اللي كذا وتبدا تقارنهم بيه. تمام.
تمام هندسه. فاتمنى نكون جاوبته، لو ما جاوبتوش يا ريت يرد عليا الباشمهندس اللي هو متى يتم عمل الريكفري والريفايز، ومن له فور بيز لاين برو، ومن له سلطه الامر بذلك. يتم عمل، بص يا باشمهندس زي ما قلت لحضرتك بس انا معيش العقد دلوقتي، استنى هقولها لك لان عشان اجيب العقد هضيع وقت. في بيبقى في شرط في العقد يقول لك لو حصل تاخير، هنتكلم مع بعض واحنا بنجيبها كده، بيبقى في كونديشن شروط يقول لك مثلا ايه، لو اتاخرت من 10% في، بص يا باشمهندس بيقول لك ايه الفرق بين النسبه الفعليه والنسبه المخططه حسب البرنامج، دي موجوده في العقد، بيقول لك البيان لو الزياده من 5 ل 10 تعمل له تنبيه اول في الشرط الاولاني، وتعمل له تنبيه في الشرط الثاني، وتعمل له انذار. طيب لو من 10 كذا، انذار اول، انذار نهائي بدء السحب. طب لو اكتر من 20، انذار نهائي بدء السحب. فعشان نحل المشكله دي احنا بيقول لك خلي بالك انت عندك التاخير كده يا باشمهندس عدى ال 10%. طب الحل ايه؟ هتعمل ريكفري. يعني مين صاحب القرار؟ صاحب القرار المالك والاستشاري. الاستشاري بيقول لك ايه؟ انت عندك، انت اتاخرت كده، في تاخير عندك، المشروع عندك اتاخر اكتر من 10% ودخل 10، فبتعمل ريكفري. طيب لو كان التاخير ده بسبب المالك، هي نفس الاجراءات بس اسمها ريفايز. يعني هو المختلف بس احمد ومحمد، هما الاثنين اخوات توأم، بس دي اسمه احمد ودي اسمه محمد، نفس الاجراءات اللي بيتعمل هنا نفس الاجراءات اللي بتتعمل هنا، بس لو كانت المتسبب في التاخير المالك هنقول عليها ريفايس، لو كان المتسبب في التاخير المقاول بنقول عليها ريكفري. تمام؟ طيب امتى؟ حسب ما يجي انذار. يعني مثلا ايه، وعلى فكره بقول لك تنبيه انذار، لما يجي انذار مثلا اكتر من 10%، لا في الحاله دي لازم تعمل ريكفري. ريكفري يعني ايه؟ اضغط شغلك، زود عمالتك، زود شيفتاتك، اللي انت كنت هتعمله في 10 ايام هتعمله في 7 ايام او 8 ايام ايا كان، بحيث ترجع للنهايه التعاقديه. بمعنى ان احنا نهايتنا شهر 12 الجاي في سنه 21، المشروع اتاخر بقى شهر 2 مثلا او شهر 3، بتيجي مشفت الثلاث شهور دي وراجعه، تشفت الثلاث شهور دول على حسابك انت يا مقاول لانك انت متاخر. تمام؟ ففي الحاله دي يبقى على حسابك انت، على حساب الاونر، يا اما يديك اكستنشن اوف تايم لو هي ريفايزد بقى. ففي الحاله دي اول ما يديك اكستنشن اوف تايم هيدي ريفايز. طيب يا اما بقى في الحاله النادره، هو في الغالب المالك لو هو التاخير بسببه فبيديك اكستنشن اوف تايم وبتبقى اسمها ريفايز. طيب في حاله مثلا لو هنتكلم مثلا طريقه قانونيه مثلا شويه، هيبقى اكسلريشن، هيديك فلوس، يعني هتضغط شغلك بس هيديك فلوس مقابل ضغط الشغل دي. بس دي كاجابه على سؤال حضرتك يا باشمهندس اللي هو خاص الفرق بين الريكفري والريفايس ومين صاحب القرار. مين له صاحب السلطه؟ اللي صاحب الثمر في ذلك هو الامبلوير او الانجينير عموما بنيابه عن دي، من ضمن الصلاحيات الانجينير يعني اللي هو الاستشاري. تمام، اكيد الباشمهندس مش عارف هو اللي بيشكر او حد تاني. لو عند استلام الموقع تساهلت مع شركه الصرف، ايه مع شركه الصرف في ذكر المعوقات، وكان الاتفاق انه بدء الاعمال الرسم دون ذكر ان الموقع به معوقات وعليه تم بدء العمل، وانتهى جزء من العمل ولم تنتهي شركه الصرف اعمالها، ويطلب المقاول الصرف بغرامه تاخير، فله حل خصوصا ان شركه الصرف هي سبب التاخير. شركه الصرف ايه؟ صرف الفلوس او الصرف، انت بتتكلم على شركه الصرف الصحي. انت استلمت وقلت ان الموقع خالي من المعوقات. في الحاله اللي زي دي يا باشمهندس في مدرستين. المدرسه الاولى انك لبستهم. انت قلت ان الموقع خالي من المعوقات. ودي مدرسة العقود العربية. دي مدرسة العقود العربية، مفيش ليابيلتي على الطرف الثاني. المدرسة عقود الفيديك بتقول لك ايه؟ إذا كانت الأمور أو المعوقات تصعب، دي معنى المادي، تصعب على نظر المقاول، وخاصة المقاولين ذوي الخبرة، حتى لو كان مقاول ذوي الخبرة وعدت عليه، من حقه يرفع مطالبة. طب لو كانت الامور واضحه وهو تغاضى عنه، لا خلاص هو المسؤول، كنت تحفظ
طب لو هي يعني مثلا بمعنى صح ايه، في ماسوره صرف خط كذا كذا، وجبت تقرير مثلا من الجهه الثانيه ان ما فيش هنا مرافق او الكلام ده كله، او في منطقه وانت بتحفر مثلا لقيت اثار، او بتحفر لقيت خط غاز، الحاله دي المعاينه الظاهريه بالنسبه لك في الموقع ما كانتش واضحه، ففي الحاله دي انت اصلا بتطالب باكستنشن اوف تايم عليه. ليه؟ لانها ما كانتش ظاهره سواء كانت شركه صرف او مال. طيب لو كانت الامور ظاهره ليك وانت ما حطيتهاش في الحسابان وقالوا لك بق كده، وبص يا باشمهندس ما فيش حاجه اسمها بالبق في المجال بتاعنا، او ما فيش حاجه اسمها بالحب، لو انتوا الاثنين اخوات واحد استشاري وواحد مقاول هما الاثنين بياخدوا ورق على بعض، لان الشغل كده بالحب دي لا مش هينفعك، بالحب دي هيضرك. تمام. طيب انت كان على سبيل المثال ماسوره، وماسوره واضحه في شركه الصرف على حسب سؤاله، يعني البشمهندس بيقول ان في شركه الصرف وانا بستلم المشروع كانت في مواسير كانت مفروض حاجات اوبستكلز مفروض يزيلها وما اتزالتش، او بمعنى صح ايه كان متفق انه يزيلها له بعد اسبوع وما زالوهاش له بالشفه كده. ممكن تحفظ حقك بخطاب تقول مثلا ايه بناء على المقابله اثناء اجتماع الموقع، يعني تحاول تحفظ حقك اللي انت ما كلمتوش بخطاب، تبعت لهم خطاب تقول لهم يا جماعه انا مش كنت متفق معاكم، ففي الحاله دي تقول لهم مثلا ايه بناء على المقابله اثناء اجتماع الموقع او مش عارف ايه والكلام ده كله يوم كذا بتاريخ كذا واثناء حضور اللجنه الفلانيه كذا كذا كذا، وتم الاتفاق على الاتي ان انتوا هتزيلوا الماسوره بتاعه الصرف في خلال كذا كذا، ونرجو وتكون هادي بقى في الحته دي لان انت الايه انت الضحيه، فتكون سياسه، نرجو من سيادتكم المساهمة ومراعاة لسير العمل والوحدة الوطنية وإنشاء المشروع، يكون سياسي دبلوماسي كده عشان ما يقولكش انت احنا ما قلنا لكش، عشان بحيث وتبعت له وطريقة البعتان لها وقت يا باشمهندس، يكون مبعوت يوم الخميس آخر النهار كده عشان يبعت يقابله جمعة ويقابله السبت يكون أجازة ويوم الحد، وقبل يوم الحد يا باشمهندس دي طريقة بقى ايه مش ليجل ده خبرة بقى بطريقه، وقبل يوم الحد تكون يوم السبت متصل عليه تقول له يا باشمهندس انتوا انا احنا مش اتفقنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، والشركه ضغطت علينا ان نبعت لكم خطاب، فبالله عليك ايه تحاولوا تشيلوا لنا الموضوع ده، يبقى انت ايه احرجته انك ثبتت حقك بالورق. استجاب وجي شال الحاجه بتاعتك استجاب، ما استجابش انت معاك ورق سند ان انت بتقول ان انت زلت وما زلش، تبدا تشتغل صح بقى ايه ترفع مطالبه عليه. ليه؟ تستعمل السياسه لانك اخطات، انك تهاونت، جاب تثبت حقك تجره انك تثبت الايميل بتاعك او يصدق على الايميل بتاعك اللي انت بعته، بعد كده ترفع المطالبه بتاعتك. اتمنى نكون جاوبتك يا باشمهندس. لو معوق غير مرئي يحق له. ما انا قلت لك اهوت، ما انا بقول لك لا في العقود العربيه يقول لك ايه بقى، ودي من ضمن القصور للاسف في العقود العربيه، انه يقول لك ايه يعني المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن استكشاف الموقع وزيارة الموقع سواء كانت الأمور ظاهرة أو مش ظاهرة. طبعا دي مش عادل صراحة، هو أنا مطلوب منه وأنا هنعرف المشروع هيرسى عليه ولا ما يرساش أثناء الطرح؟ أنا راجل بروح أبص بص نظري ونشوف الحاجات النظرية، مش مطلوب مني نقعد نحفر ونشوف مواسير وحاجات دي بتاع. فالفيدج لا بحل المشكلة دي بصراحة، أتذكر مش عارف مش عايز أقول مادة بس مش عارفها، يعني تقريبا مادة 14 بتقول الكلام ده على اتوقع، والله ما تاخدهاش مني صراحه، انا ممكن ارجعها ونقول. ولكن الفيديو بيقول لك لا، اذا كانت دي ترجمه الماده وخلاص، اذا كانت الماده العائق ده هو غير مرئي وغير مرئي على مقاول ذوي خبره كمان، ما هو انت ما تقوليش بقى، ما هو ممكن تكون انت مقاول لسه حديث في مجال الانفراستراكشر وما شفتهاش، بس بتوع الخبره اللي هم اهل الخبره في الكلام دي بيكتشفوه، لو اهل الخبره فعلا ما اكتشفوهاش مش هيكتشفوها، لا في حقك ان انت ترفع ايه ترفع مطالبه عليه. لا يوجد مكتب اداره مشروعات مركزي لمشروع كهذا وذلك للتنسيق بين الشركات والموردين. لا يا باشمهندس، فيه اللي هو تنسيق المشاريع طبعا، في عندنا في مصر موجود الكلام دي، والبي ام او هنا بدا ينتشر، احنا عندنا كان في المترو موجودين. كل هذه المشاكل يمكن حلها بطرق واجراءات اقل وبعدل اذا تواجد مكتب اداره مشروع اللي هو الكوردينيشن بقى، يبقى في كوردينيشن تنسيق، وخاصه اصل المشاكل بتحصل لو في ناس بيبقى في مكتب تنسيق وفي اداره للتنسيق بتنسق بين الناس وبعضها عشان تتغلب عن المشاكل دي، وبكون يا اما من الجي في لو في جوينت فينشر بيكون جزء بياخد منه جزء مكتب تنسيق، ودي احنا عشناها في مشاريع في المترو. لو ما فيش يبقى الاونر عامل كوردينيشن اللي بيسموه حتى بالعربي كوردينيشن مع بعض، ناس تنسيق مع بعض واجتماعات الاسبوعيه والمينتس اوف ميتنج والكلام ده كله.
شكر لله يا باشمهندس، شكر لله يا باشمهندس، يا باشمهندس هيبة، شكر لله. في رسائل تاني؟ الحقيقة هو المنطقة كلها كان فيها تطوير للصرف. طيب ماشي، تحفظ يا باشمهندس، الحقيقة كلها انت تطوير. ايه انت، انا بنستلم المشروع، ما في تطوير للصرف الصحي، انت بتستلم المشروع تقول تم الاستلام ولكن بنتحفظ على 1 2 3 4. لو كانت تعيقك للعمل لا ما تستلمش، لو كانت ما تعيقكش للعمل ان انت تبدا تعمل تجهيزات ومش عارف ايه، تستلم بحين وتعهد المقاول عشان تاخد المشروع وتبدا مثلا وتعمل ال سي وتاخد الدفعه المقدمه وتبدا تشتغل، بتبدا تقول ان 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 انا هستلم بنتحفظ ب 1 2 3. لو هي هتعيقك فعلا لا تحفظ طبعا، ولو انت مش جاهز للمشروع طبعا ويعمل لك انها هتعيقك. لو انت جاهز للمشروع هتعرف تشتغل استلم بتحفظ، لو انت بقى لو هي هتعيقك لا ما تستلمش واكتب الاسباب بتاعتك. لو هي انت مش جاهز للمشروع والاستاف بتاع المهندسين بتاعك مش جاهز وعايز تتلكك، دي سبب انك ممكن تتلكك بها وما تستلمش بسبب الاوبستكلز دي. هل من الضروري ان يكون النشاط حرك حتى يحق للمقاول مده زمنيه في حاله التاخير؟ لا طبعا مش من الضروري ان يكون النشاط كريتيكال، لان دي بتندرج يا باشمهندس ودي الثقافه العربيه ان يقول لك ايه، لا هو مش على الحرج ولا على حرج، لا ده هو مش حرج وبالتالي مش هتاخد تاخير. لا لا مش من حقك، والفيدك بيقول مش من حقه. ليه؟ لان انا من حقك ان انت اخرتني في نشاط، مش على سبيل المثال انا هعمل نشاط دي وجهزت له الماتيريال بتاعته وجهزت المعدات بتاعته وجهزت واجرت معدات، يعني انا اجرت معدات تمام، والنشاط مش حرج وانت اخرتني، فانت خسرتني تاجير معدات، خسرتني عمالي او هنمشي معدات، ما انت حتى وبالتالي انا مجهز الريسورس بتاعي. لذلك انا بقول لك حتى المهندس سال في الاول وقال لك سموز ريسورس، ما انا مش هنقعد نمشي معدات ونجيب معدات، الشهر دي 20 والشهر اللي بعده 10 والشهر اللي بعده 30، ما هي دي هيحصل ايه؟ هيحصل ديستربشن وممكن ترفع ايه؟ يحصل ايه؟ ديستربشن اضطراب، وممكن ترفع اصلا كليم في بسبب الديستربشن اللي انت عملته لي، ده مش بسبب التاخير في النشاط، انت عملت لي ديستربشن اصلا. يعني فيها كذا كليم، يعني عندنا طبعا 12 نوع من الكليم، من ضمن نوعهم ان انت عملت لي ارتباك في العمل بتاعي، فمش شرط لا ترفع كليم حتى لو النشاط عليه 44، احنا طبعا قلنا الماكسيمم 44 في الفلوت، حتى لو عليه 44 يوم في الفلوت، لو اخرك من حقك تطلب. ليه؟ وبتطلب، ما هو انت تطلب بذكاء، تقول والله انا كنت العمال بتاعتي جاهزه والمؤجر المعدات وانت عطلتني في النشاط دي، وبالتالي الشركه اللي انا مأجر منها المعدات، شركه تاجير المعدات حاسبتني، العماله دي ايجاره حاسب، العماله دي خسرتني، العماله دي باليوميه عندي وانا مش هرفع، وخاصه لو المشاريع النائيه انا مش هروح نوديهم، مثلا انا شغال في اسوان والاداره والمشروع عندي في القاهره، مش هنقعد نوديهم نفسحهم رايح جاي من اسوان، مش على مزاجك يعني توقفني، لا من حقك تاخرني، من حقك ترفع كليم. طب لو انا عملت معاينه مثلا المشروع حصل مشكله في وقت المشروع وعقد العمل في المشروع، هل يحق لي مطالبه؟ يا باشمهندس المطالبات مجالها واسع جدا، طبعا بترفع مطالبات في حسب الكيس، يعني مش هستطرق لحد عشان ما نضيعش وقت والساعه دخلت على 11 مجهود. الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك، شكرا شكرا يا باشمهندسين. طيب شكرا يا باشمهندس محمد، وشكرا محمد عبد الوهاب، وشكرا المهندس محمد زيدان، الله يبارك، شكرا يا باشمهندسين. نتمنى نكون جاوبنا عليكم والحاجات دي، يعني لو فيها اي اسئله ضروريه يا باشمهندسين ولا نكتفي بهذا القدر يعني. لو سمحت يا باشمهندس ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا باشمهندس تحت امرك. هو دلوقتي لما باجي اعمل سكيدول، في السكيدول اوبشن بيكون في الريتيند لوجيك والبروجرس اوفر رايت، فانا لو حصل عندي اوت اوف سيكونس في المشروع الديفولت بتاع البرميفيرا بيكون على الريتيند لوجيك، المفروض ان انا اصلح الاوت اوف سيكونس ولا ممكن اشغل بروجرس اوفر رايت؟ بص 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 انا هجاوبك من حته انا كنت عرضتها في الاول. ما في اونر بيشترط اهي، في هي ما هو مش بمزاجك انت هتشتغل على ايه، مش بمزاجك هتشتغل على ايه. بص في اهي هجيبها لك، نقفل بس دي عشان انا رسائل كتير بتجيني مش شايف الشاشه. بص يا باشمهندس اهي في التشيك اهي، بص بقى دي تشيك ليست، يعني البرنامج مش هيعتمد الا اذا كان متوافق للتشيك ليست اللي هي زي الدي سي ام اي، هو واخد من الدي سي ام اي حاجات وضايف حاجات. فين بقى الريتيند لوجيك اهي؟ لو حد بقى شافها يقولها لي، لان انا يعني بصراحه انت
من ضمن الحاجات ان هو مثلا ميجور مايلستون، لا نجيبوها في الاول كده، بروجريس ميجور، الميجور دليفري، الميجور مايلستون. اهي يا باشمهندس، اهي يا باشمهندس، فمش بمزاجك انت تغير فيه. هو اصلا في الاونرز، في بعض الاونر يقول لك ايه الستاندر تشتغل على الريتيند لوجيك، فما تغيرش. معايا يا باشمهندس؟ فمش بالخيار يعني، وفي الغالب ان انت لازم تشتغل على الريتيند لوجيك يعني. تمام يا باشمهندس. طب انا المفروض ان انا اوصل لغايه نسبه ايه لما يكون في اوت اوف سيكونس ان انا ابدا ان انا اصلح الاوت اوف سيكونس الموجود؟ لا هو المفروض تظبط الاوت اوف سيكونس. اصل ما بص، ما هو اوت اوف سيكونس دي يا باشمهندس بسبب خطا او عدم دقه في التخطيط او عدم وعي من مدير المشروع. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، دي معناها يعني انا عندي مشروع، انا اتكلم بس على الكيس الصدر اللي احنا شغالين عنده، عندي مشروع صرف، مشروع الانفراستراكشر، انا بنحفر وبص، مش كيمياء والله، العلم والله بسيط، لو بصيت في العلم هتلاقيه بسيط، والشغل لو بسطناه، او في مثل يقول لك ايه if you can't simplify it you don't understand it enough، يعني انت لو ما بسطتش الحاجه فانت مش فاهمها. تمام. طيب انا عندي في الانفرا، انا بنحفر بعد كده بننزل مواسير، وبعد كده بنختبر او نردم، او نردم وبعد كده نختبر. تمام. ولكن في حاجات اسمها الهارد لوجيك. ايه هي الهارد لوجيك؟ الحفر، تنزيل المواسير، الردم. يعني مش معقول هتردم قبل ما تنزل مواسير، ومش معقول هتنزل مواسير قبل الحفر. فالهارد لوجيك دي مفروض ما يكونش فيها اوت اوف سيكونس اصلا، مفروض ما يظهرش. الاوت اوف سيكونس بيظهر امتى بقى؟ يعني مثلا المناهيل هنعملها قبل الردم ولا بعد الردم؟ طيب لو انا كنت عاملها قبل الردم وجيت ردمت الاول وبالتالي ظهرت لي المناهيل اوت اوف سيكونس، بنيجي فكك الربط، نفكك الربط بتاعها ونقول مثلا بعد الاختبار او بعد الردم، بعد ما كانت قبل الردم خلاها بعد الردم. فالاوت اوف سيكونس مفروض غلط انه يجي في الهارد لوجيك او العلاقات المنطقيه. لو حصل في العلاقات المنطقيه ما تقوليش امتى يجي هارد، امتى يجي اكتر ايه اكبر كميه من الاوت اوف سيكونس ان يقبلها وما يقبلهاش. لا هو المفروض اصلا تتعدل، ومفروض في العلاقات المنطقيه ما يحصلش اوت اوف سيكونس، اللي زي ما قلت لحضرتك كده، حفر، تنزيل مواسير، ردم، اختبار مثلا. ممكن في هي بس يا باشمهندس بتحصل، هي أيوة. بتحصل اوقات اوت اوف سيكونس في بالذات في عمليه البروكيورمنت، لما بيكون مثلا ان في اعتمادات متاخره او في انفورميشن معينه متاخره من جروب تاني او من الكونسلتنت، فبيجي قرار من التوب مانجمنت بيقول اشتري، وبعد كده لما نعوز زياده او يحصل ان يبقى في كميه زياده جت في ستوك، يعني هنطلب كميه زياده يا اما في زياده كميه جت وهنحطها في الستوك. حصل دي بتحصل في الحاجات دي، انت بتبقى مثلا عامل فعلا في بص بقى، ما انت معاك سماحيه في الستارت ستوب، حولها ستارت ستوب. تمام. مش هتظهر بس ليه، انت معاك نسبه، ما انت معاك 5% مثلا ايه ستارت ستار يعني كده، فتحولهم انهم يبداوا مع بعض، وبالتالي بدا التوريدات مع بدا الشغل، بداوا الاثنين مع بعض مثلا. طب وانا لما اصلح الاوت اوف سيكونس هتحل مشكله الاوت اوف سيكونس. هي طب انا لما اصلح الاوت اوف سيكونس، نعم اتفضل، ده على حضرتك، انا لما اصلح الاوت اوف سيكونس بصلحه على فايل الابديت بس، ولا لازم اصلحه على البيز لاين وارجعه تاني؟ لا ما هو البيز لاين يا صاحبي، لا 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 لا، البيز لاين بالمناسبه ما بيقراش علاقات، لا لا لا، انت بتصلح في الكارنت بس، البيز لاين كده ما فيش مشكله بالنسبه لك، لا لا لا، انت ما بتعدلش في البيز لاين، البيز لاين خلاص ابدا اشتغل على دي بس. ما انا لو عدلت علاقه ستارت ستارت وهي على كريتيكال باس ممكن تقلل مده المشروع، يعني لو انا عامل فينيش ستارت وهي على كريتيكال باس وبعدين فجاه قلبت العلاقه دي ستارت ستارت بفرض ان انا ماشي يعني اون بلان، يعني لسه مش خلاص المشروع. والله بص بقى، انت بتخش في حالات سبيشال، والله لو هتاثر لو هي على الكريتيكال باس فعلا لازم تعدلها. ليه؟ لان هو الدرايفنج هو مهم جدا، تمام، وعليه تركيز وفي تركيز عليه، ولو حصل تحول الكريتيكال باس، وخاصه لو الكريتيكال باس مثلا مش 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 مطبوع قبل كده وجاهز عند المالك ومعتمد، وكريتيكال باس واحد وبالتالي عليه فوكس، فيحصل عليه تغيير، يبقى لازم تعدلها في الحاله حسب الاهميه في النشاط. ولكن انا بقول لك انت لو عايز تحلها بتحلها كذا، وخاصه في مشكله فعلا البروكيورمنت ومشكله مثلا المخططات زي ما قال الباشمهندس قبل كده، هي دي الحاجات اللي بتحصل فيها ايه الاوت اوف سيكونس. تمام يا باشمهندس، شكرا. شكرا لله.
نتمنى كده يا باشمهندسين احنا خدنا ساحتين على اتمنى نكون جاوبنا. الله يكرمك يا اتفضل. خلاص كده يا باشمهندس في اي اسئله؟ لا تمام هندسه جزاك الله خيرا. نلتقي ان شاء الله يوم الخميس بمشيئه الله مش كده ولا ايه ميعادنا؟ باذن الله باذن الله الخميس ان شاء الله. يلا سلام عليكم يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.